الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم راديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عدوان. يسعدني أن ألتقي بكم لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من محرم لعام 1441 هجرية الموافق 3 سبتمبر لعام 2019 والرابع والناس. ومن الآن وحتى الساعة 1 بعد الظهر إن شاء الله نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج 600-551-610 أو من خلال رسائل نصير قصير على 7009. ونرحب بكل مشاركاتكم ويا هلا وسهلا فيكم. هني اختكم ياسمين تصبح عليكم بالخير. صباح الخير ياسمين، يا هلا وسهلا فيك. وايضا اخوكم حمدي خليفه، صباح الخير استاذ حمدي، يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله. نتواصل معكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام واخبارنا المحليه او مطالعتنا للجرائد. رئيس الدوله ونائبه محمد بن زايد يعنون رئيس الفيتنامي بذكرى الاستقلال، اكد تحقيق تطلعات نحو المستقبل المنشود محمد بن راشد محمد بن زايد توفير الحياة الكريمة للمواطنين. أيضا نائب رئيس الدولة يقول السفراء هم رسل محبة وسلام وتسامح. ولي عهد أبو ظبي يستقبل سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة. أيضا تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري بإمارة دبي. هزع بن زايد محمد بن راشد يقول يشحذ الهمم ويطلق الطاقات. عليكم السلام سراج الدين، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ زين؟ قميص واجد حلو اليوم، يا هلا وسهلا فيك. ايضا حفل قرعه كاس رئيس الدوله اليوم 19 مليار درهم مكاسب الاسهم المحليه. ايضا اللجنه الوطنيه للانتخابات اكدت امكانيه استبعاد المرشح المخالف حتى بعد صدور القائمه النهائيه لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي التي ستعلن اليوم، اضافه الى رقم التصويت الخاص بكل مرشح. ويتكون الرقم الانتخابي من 3 أرقام رئيسة تمثل الخانة الأولى، رقم الإمارة أما الثانية والثالثة فهما أرقام عشوائية تصدر من خلال نظام إلكتروني، حيث يمكن للناخب عند الإدلاء بصوته إلكترونيا مراكز التصويت 39 داخل الدولة اختيار رقم المرشح المعتمد من قبل اللجنة أو صورته المثبتة في أجهزة التصويت. أيضا طلبت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من جهة العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تسجيل المواطنين العاملين لديها ودفع الاشتراك المقرر وفقا للقانون عن المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة. أيضا محمد بن راشد وجه بتشكيلها برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد لجنة لضبط إيقاع المشروعات العقارية في إمارة دبي العليا التخطيط العقاري، تستهدف وضع خطة واضحة لتحقيق قيمة مضافة للقطاع، دراسة احتياجات السوق والتأكد من عدم تكرار المشروعات وتجنب منافسة المطورين الكبار لصغار مستثمرين. أيضا الشيخ مكتوم بن محمد يقول القطاع العقاري أحد أكبر وأهم القطاعات المحركة للاقتصاد بدبي، اللجنة تعمل على ترسيخ جاذبية القطاع وتعزيز تنافسيته. أيضا هذا الخبر يقول مدارس تفاجئ أولياء الأمور بزيادة استثنائية في الرسوم. أبو ظبي للزراعة تتعهد بالاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية خلال 5 سنوات. وبما يتعلق أيضا بالمدارس، هناك أيضا بما يتعلق بالنقل أو نقل المدارس الخاصة، وايد مبالغ فيه، وايد 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 وايد، يعني الطالب في بعض المدارس الطالب يكلف 16,000 درهم و14,000 درهم، هذا نقل، هذا إذا مال 3 طلاب يشترون بص يعني الباصات الكبار هاي لما يعني البص العود اللي يشيل 60 مكيف وفي كل هذا الصيني ب360,000. العود هاي اللي يشيل 60 راكب، هاي الصغار أظني ب150 إذا هاكل 360. فالمفروض بعد يراعون الأولياء الأمور في هذا، ونحن بعد مشكلة. خل اللي هذا برايه، اللي مثلا مفتوح لهم أنهم يدرسون عيالهم في المدارس الحكومية وهم يدرسونهم في الخاص كيف هم يتحملوا، ولكن نحن نقول الناس اللي ما يقدرون أمكانياتهم على قدهم، اللي ما بمواطنين اللي يدرسون عيالهم مجبورين أو مضطرين أنهم يدرسون عيالهم في المدارس الخاصة. هلا هلا فيهم جالدين من كل مكان، في الرسوم وفي الكتب وفي الملابس وفي كل شيء. الله يعينهم إن شاء الله يا رب العالمين ويعيننا جميعا.
أيضا أعلنت عن شواغل 12 تخصصا في 5 قطاعات والموارد، ترحب شركات وطنية تبادر بإجراءات لرفع معدلات توطين وظائفها. هني أيضا عزوا التعامل معها إلى وجود القماش وتجنب ازدحام مراكز البيع. ذوي طلبة يعترضون الاحتيال من قبل حسابات تبيع الزي المدرسي. الدكتور هاشم النعيمي يقول الترويج للسلع ومنتجات من دون موافقة الجهات المختصة يعد مخالفة. لتجنب خطر الحوادث أثناء الرجوع للخلف، مواصفات الكاميرات الخلفية إلزامية في الحافلات المدرسية. أيضا هني يقول لك مدرسة ترفض استقبال 250 طالبا لعدم جاهزيتها. مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحسني قال على خلفية إشكالية وشكوى قدمها أولياء أمور عن رفض مدرسة استقبال أبنائهم البالغ عددهم 250 طالبا في العام الجديد بسبب إغلاقها، أن المستثمر صاحب المدرسة أبلغ الهيئة عن نيته بيع المدرسة بشهر مايو الماضي، وأن ملكيتها ستنتقل لشخص آخر، مشيرا إلى أن المستثمر الثاني لم يقم بإكمال الإجراءات الإدارية، ما جعل صاحبها يبلغ إليها أنه سيقوم بإغلاق المدرسة. وهي لوين يشيروا بحليلة 250 ما عليش، يأخذون إجازة السنة لين السنة الجاية إن شاء الله. السنة الجاية بتسويها، السنة الجاية إن شاء الله الحي قريب، وين تسوي كام؟ 2020 2021 حتى الرقم بيكون عنده مميز. أحسن لهم. نزار كيف الحال؟ شو أخبارك؟ الله يسلمك، يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. ما أدري وما أشوفك أتذكر نزار قباني، ما أدري أنك اسمك شابه اسمه أو أنك أنت شاعر، ما أدري. هذا الوقت حين ما بهذا، ولا بخليك تقول أنك قصيدي. كان بتيني عقب الساعة 12، لا تعال أنت يا طويل العمر بعد الأذان. والله يا طويل العمر أنت عاد ليه تجود في نفسك؟ عندك غزلي، عندك ليه تبغي؟ أنا ما عندي مشكلة. أي عارف قصائدك أنت موسمية يعني، بس مرتجل أدريبك أنت مرتجل. تقولنا قصيدة عن دخول الصفري، الحين الصفري هذا علينا، الحين هم في الصفري. ليش سموه صفري الأوليين؟ سموه صفري لأنه قبل هذا تصفر الشمس، وعلى هالأساس سموه صفري. وهذا يقولك اللي هو يفصل يعني، خلاص ما بي حر أكثر علي، هذا يفصل بين ما خلاص تبرد الدنيا شوي، لكن خلاص ما يمكن. الأول كانوا يحسون بالبرودة لأن عايشين في الحر، فكانوا يحسون ببرودة التغيير، ويحسون لو يطرأ تغيير خفيف. الآن ما نحس، الحمد لله رب العالمين. ليش؟ لأن قيض وشتى المكيفات شغالة. الآن قيض وشتى أنت تشغل المكيف، ما يجيك رقاد إذا ما شغلت المكيف. حتى اللي في البر، اللي قبل اللي في البر ما يشغلون كنديشنات، الحين حتى اللي في البر البدو، ليهم البدو طبعا ما عاد مثل مساكن مثل أول ما شاء الله، كلهم كانهم داخل المدينة، بيوتهم اختلفت وصبحت في الليل الحمد لله رب العالمين وكذا. فحتى البدو قاموا يشغلون كنديشنات، إلا الكبار منهم لا، الصغار الحين الجيل الحالي هذا كلهم يشغلون كنديشنات. فعلى الأساس الحين يقول لك السيل والله تعبانة مكيفاتي. لا والله السيل مكيفاته قوية مثل الأول يعني، تارس ويترس غاز بعد وحليلة قبل ما يظهر السيل، يترس المكيفات غاز ويسوي له صيانة، إلا إذا ما صيانة لعبوا عليه بعد مثل ما يلعبون علينا يستوي. إيه الحين يوم تي انتبه قبل ما يدخل هذا، إذا اخترب عندك مكيف في القيض تقول ساير الله باسمي، بتودي علاج ناقص، يقول لك يبغي علاج في الخارج المكيف حشم تعوزونه. الله يعيننا إن شاء الله يا رب العالمين. فإن شاء الله تتهنون بصفري إن شاء الله يا رب العالمين، ولكن خلاص البارح بعد شوي برات الحمد لله رب العالمين. هني يقول توزيع 350 حقيبة مدرسية على أبناء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. جزاكم الله خير. هني يقول
خبيرات تجزئة إجراء يوفر سيولة للجمعيات ويدعم الاقتصاد. مواطنون يطالبون بشراء أسهم التعاونيات دون التقييد بالموقع الجغرافي. الاتحاد التعاوني خطوة اختيارية للجمعيات. جمعية دبي أظن، جمعية دبي ولا جمعية الإمارات اللي في دبي هاي تعاونية، يبيعون الأسهم على كل حد. سوي تحطون إعلان وتهزين لي راسك تقولي ما أدري، يمكن تحطين الإعلانات وما تسمعينه. ما تحبين تسمعين الإعلانات، هاي ليش تحطينه؟ المهم فالحين كنت حدي أشتريها أي جمعية الاتحاد. جمعية الاتحاد تعرفها بالانجليزي والله شيء، ترجمتها عقب قالت صح. نيه زين، الله يزيدهم بالخير ان شاء الله يا رب. نتواصل معكم مستمعين الكرام. هذه الرسالة يقول يا صاحب الرسالة وايد احبك وانا بعد احبك اكثر مما تحبني، جزاك الله خير واحبكم كلكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام مشاهدينا الكرام بعد هذا الموجز. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام من خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم ويا هلا وسهلا فيكم. نحن دولة تملك شجاعة لتواجه الحقائق وتراجع الحسابات وتعدل الاستراتيجيات بشكل مستمر. الانطلاق بأقصى سرعة، جملة من أهم الجمل التي قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في رسالته إلى المواطنين والمسؤولين مع بداية الموسم الجديد للعمل والإنجاز. فلنتدبرها جميعا، مسؤولون ومواطنين أو مسؤولين ومواطنين، رؤساء ومديرين ومرؤوسين وموظفين، ففيها وصفة ضرورية وحيوية من أهم وصفات النجاح، وهي شجاعة إعادة الحسابات والقرارات وشجاعة تصحيحها وتقويمها إن كانت غير مناسبة أو خاطئة. فالاستمرار في الأخطاء أخطر وأكبر أنواع الأخطاء. ندرك جميعا أن القوانين والقرارات التنظيمية الحيوية والمهمة تصدر بمرسوم من أصحاب السمو والشيوخ، فهم يصدرونها بوصفهم أعلى سلطة في الإمارة بحكم القانون، لكن الدوائر الحكومية والمسؤولين فيها هم من يعد طبعا أو يعد هذه القوانين والقرارات ليرفعونها بعد ذلك الاعتماد، وبوصفهم مسؤولون تنفيذيين أو مسؤولين تنفيذيين، فإنهم من دون شك يحظون بثقة عالية تجعلهم أهلا لوضع التنظيمات والقوانين المناسبة لتسيير أمور الدوائر ووضع النظم والأطر القانونية المناسبة. لذلك فمن مسؤوليات هؤلاء المسؤولين التنفيذيين أيضا إعادة دراسة القوانين كل فترة زمنية لضمان مواكبتها لجميع المتغيرات والمستجدات، ولضمان تحقيق طبعا المرونة المطلوبة لصالح المواطنين والمجتمع. ومن مسؤولياتهم أيضا التسهيل على الناس والتخفيف عنهم. وكما نعلم جميعا فإن أصحاب السمو الشيوخ لا يرفضون أي تغييرات على أي قانون من أجل المصلحة العامة ومصلحة المواطنين. لذلك فالتمسك بالقوانين غير المناسبة وترديد عبارة هذا قرار الشيخ طبعا لصد أي مراجع أو مواطن أمران غير مقبولين، لأن العبارة غير صحيحة. فأصحاب القرار كما رأينا وتأكدنا في رسالة الموسم الجديد يعملون ليل نهار لمصلحة المواطن البسيط، والأهم أنهم يملكون الشجاعة والجرارة لمواجهة الحقائق ومراجعة الحسابات وتعديل الاستراتيجيات كما قال وفعل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه يا ربي. الله سامي الريامي جريدة الإمارات اليوم. وبالفعل هناك بعض القرارات اللي يتخذونها الشيوخ جزاهم الله خير، المفروض أيضا إذا هذا القرار مثلا يمكن يكون مناسب في وقته، ولكن بعدين يصير عليه بعض الأمور ما يكون مناسب مثلا للمواطنين أو أصحاب. فلازم يعني المسؤولين أيضا يراجعون في الشيوخ ويجيبون الشيء، مثل ما قال الشيخ محمد بن راشد هيك المرة، قال أنا ما يجيني أول ما شكل أول تشكيل لمجلس الوزراء الله يحفظه، قال أنا ما بيني وزير يقول عندي مشكلة ويديه ويد ورا ويد قدام، قال لا، قال أبيني الوزير يقول عندي مشكلة، هذه المشكلة وهذا الحل، فيد المشكلة وفيد الحل، ملفين إيه عشان يشرح يقول هذا الحل، هذه المشكلة أنا أواجه هذه المشكلة في الوزارة وهذا الحل. فالله يحفظه إن شاء الله يا رب العالمين يا الله، ويديمه ويديم الخير والعز للإمارات. هني يا طويل العمر عندي يقول عندي شكر لاثنين من الضباط في مرور إيمان ساعدوني في
ولد عنده سرطان الله يجزيه خير، وقاموا بتذليل السعاب عندما علموا بأن الولد مريض في السرطان. فأرجو توصيل شكري لمكتب سمو الشيخ سيف بن زايد، وشكرا لك يا أبو راشد. ما هذا الحين قرينا رسالة ولكن أنت ما كتبت أساميهم، وبعدين وزارة الداخلية جزاهم الله خير يرصدون كل شيء الله يجزيهم خير. هني يقول لك يا طويل العمر لو تعرف أساميهم بعد طرش لي أساميهم بنذكر أساميهم فارق طيب والله يجزيهم خير إن شاء الله. هني يقول هني يقول تحت الهواء، معلش خويا مسلم تحت الهواء ما نتصل في حد خالي. هي البرنامج على الهواء، وإذا عندك شيء يا طويل العمر تقول على الهواء فارق طيب من عيوني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا وسهلا يا ابوي. ابو راشد يا هلا وسهلا. ابى اكلمك في موضوع صراحه. وانا عمري 17. نعم. عمري 17 واحاول احصل على شغل. اها. وانا طالبه كليه تقنيه الشارجه. نعم. تابعه لدبي. انا تابعه لدبي كمواطنه. نعم. زين. ابوي ما يصرف علي ولا على اخواني. عندي خوات كل يوم عندنا في الانستغرام مال الوظايف كل يوم نطرش، لان من حتى ما يقبلونه. هذا اول شيء. ثاني شيء انا اليوم يا يجهم على الكليه بدون مصروف. لا من حتى ما يقبلونك هذا ما هذا الكل. كيف من حتى ما يقبلونك؟ وضحي لي الله يطول. ايه يوم 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 نشير يعني نشير عندنا شغل. اي بس ما يخص يا طويله العمر هذا، انت اذا تقدرين تداومين في دبي ما يخص هذا، انت من حتى ولا من اي مكان ما يخص. هم يقولوا لنا، هم يقولوا لنا ترى ما يخص هذا يا طويله العمر. هم يقولوا لنا ان انت من حتى، فاحنا انكم درب طويل فما احنا ما نقدر نقبلكم. لا هذا الكلام انت اذا انت تقولين انا لا لا هو ما يخصه. إذا أنت بتداومين سواء إن شاء الله جاي من السلع، عرفتي كيف؟ إن شاء الله جاي من السلع. إذا أنت تقدرين تقولي هذا يرجع لك أنت ما يرجع له. مثلا أنت يوم سي يقول لك والله أنا إذا قدمتي على وظيفة وقالوا لك والله نحن بنوظفك مثلا في دبي، تقولي لهم لا والله أنا ما أقدر، أنا من حتى وما أقدر أجيك اليوم في دبي. هذا الكلام ممكن يصير، ولكن من قبل الشخص اللي بيوظفك هذا ما يخصه هو. إذا أنت ملتزمة وتين على الدوام ما يخصهم يا طويلة العمر. أنزين خلي الوظيفة على صوب. نعم. خلي المصروف اللي انا اختي 37 سنه ما تاخذ لها مصروف شهري. عمرها 37 ما تاخذ مصروف شهري. زين الحين انا طالبه جامعيه ما اخذ حقوقي كطالبه. ابى اشياء وايد احيانا حتى اسمها ما عندي. معلش ابوك وين الله يسلمك؟ ابوي متقاعد في البيت، بس شو كل مصروف ما ياخذه، وكل ما نقول لي عطمة انا ما عندي مسوي لنا سالفة لا صار ولا استوى. يعني ولا واحدة من خواتي قدرت تتكلم، انا بتكلم اصغر واحدة فيهم اخذ العنقود بتكلم، لان انا ما عايبني. كل خواتي ياشات عشان بس هم ممكن من جامعة عشان يدورون وظايف. ليش؟ كلنا بندرس، كلنا حقوقنا ندرس، وانا واحدة من دبي لازم ادرس ابرفع راس دولتي. ما بتمسك بالبيت عشان ما عندي مصروف، ما قادر امشي اموري. الشيخ محمد وين عني؟ وين عن خواتي؟ ما داري عنه. يا شبلينا الدوله على عيني وراسي، ترى الدوله هي اللي تبني للشعب، بس وين عنا احنا الشعب؟ هي بس يا طويله العمر الان ما يضربكم. ما كيف ما يدرون؟ إلا ما يدرون. أنت الآن ما طويلة العمر معلش. كلمت الوزارة، كلمت هذا ما الشؤون، ما وصلوا للموضوع؟ ما أعتقد. وصل حق لا حاجة. ما أعتقد. لا يا طويلة العمر ما أعتقد وصلوا للموضوع. في ما لأن المواضيع الفردية وصلوا للمواضيع الجماعية، المواضيع الفردية هذه ما يوصلونها. لا الله يسلمك. على كيف بحلونها؟ معلش طويلة العمر الآن أنت عندك مشكلة ويا أبوك في البيت أول شيء. زين؟ هاي مشكلة متعلقة بأبوك أنت يا طويلة العمر في المقام الأول. نحن
احنا ما قدرنا عليها، فاحنا وصلناها للاكبر عنا وما حد حلها. ما مثل عند منو وصلتي انت يا طويلة العمر؟ احنا وصلنا، انا شخصيا كلمت الامين، كلمت الشؤون مال الشؤون الاجتماعيه، كلمت مال الهيئه اللي ما توصل هيئه تنميه المجتمع. هي كلمتهم. هيئة تنمية المجتمع هي المنوطة بمساعدتكم يا طويلة العمر وحل مشكلتكم. إذا كلمناهم شوف أنا ما وصلت ليك إلا ما بعدي أسب. نعم. إيه أنا سويت كل شيء بعد ما يأسب جيت لعندك عشان فالج هلا وعسى فالج وعسى توصل الشيخ فالج محمد. فالج طيب يا طويلة العمر. نعم مشكور. فالج طيب. ألو. ألو. اي فالج طيب يا طويلة العمر. اي بس بكلم هيئة تنمية المجتمع بصفتها هي المسؤولة يا طويلة العمر. اي الله يطول عمرك خليك. يا هلا وسهلا فيك في حفظ الرحمن. حياك الله. هني يا طويل العمر يقول لك يا ليت يبطلون شارة الدواوير في الشارجة، ترانا متغربلين والله البقاء الأقوى في الدواوير، ما حد يعطي فتشي. يا ليت تبطلون الشاير ويحلون المشكلة يا طويل العمر في عدم وجود شاير بعد نفس العملية يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو. هلا والله. مرحبا براشد. يا هلا وسهلا يا أبوي. هلا أخوي. يا هلا. أقول لك الله يسلمك، أنا قدمت هناك في دار الخدمات الاجتماعية في الشارع جمال. انزين من 4/3 انا خلص 6 أشهر يوم الخميس هكذا فات شرت لهم هناك، كل مره اسلم يقول لي بدي اجي. يوم شرت منه انا عندي ولد وعندي بنت. زين. ولد كان في الخدمه الوطنيه يوم سوال ريدها ريده طلعوه كمل سنه وطلعوه. زين. وطايح البيت ما يشتغل، والبنيه بعد الله يسلم بعد طلقت يعني سوى 22-23 عمره. لينها علي وانا علي مال البنك ياخذون 3000، وعلي من عندكم مكان حق طراد قلت بشتغل يعني بيساعدني هذا. تعرف انت روح كل بحر. نعم. علي 3600 حق شركه جمال القيمه عندكم. وما الخدامه وما الكهرباء لازم خدامه ما يبغى لي من شيء. انا رجعت قدمت عندهم هناك وجابوا لي وحده من ايام وقلت سجلت شيء. قلت لهم زين ابو عيالي وين ادفع؟ هاي تدرس الحاله هذه ارى شلونك اياها عشان تدرس الحاله هاي باحثها. زين. قبل لا جايين البيت اخوي. اها. جايين البيت وكل شيء. ايه جايين البيت وكل شيء جاييني وكل شيء من قبل 6 أشهر. عندك معاش تقاعدي خالي ولا؟ ايه. اها. عندي معاش تقاعدي بس المعاش ما يتم شيء منه. وما يعطونك شيء من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارجة؟ لا ما يعطوني، مو المشارجة مو ما يعطوني شيء. يوم صرت أقدم عشان شيء صرت أقدم قلت يساعدني حق هذي لا يبون كبار. الولد 25 والبنية 23 سنة. ما إن شاء الله ما عنده عيال. إيه لا ما عنده. زين بعد يوم روحها بعد باش زين بعد. إيه لا براس تعرف يوم يسألوني عن الحرمة، حرمة يوم ما تشوفك شبيه ترى يوم ما نذوبك تعرف انت. ويوم ما يسالونك عن حرمه قلت ما انا حرمه من زمان صارت يوم ثابت شيء صارت خذت الحين حرمه تحصل احسن مني انا تحصل من عندهم 2000 وتحصل ما تشوف 5300 يا حليلك. لا ان شاء الله ما ان شاء الله ما بيقصرون فالك طيب ان شاء الله. ان شاء الله ما بيقصروا فالك طيب ان شاء الله ما بيقصروا. لا لا ابو محمد جزاه الله خير يعني دائما لا يوصي فيكم خير لقمان في 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 دائره الخدمات الاجتماعيه وكل الدوائر الحمد لله رب العالمين. ودائما هم الارتقاء بمعيشه المواطن الله يجزي خير وتسهيل يعني مثل ما تقول كل المصاعب اللي واجهها من خلال مثل ما تقول زياده المدخول وهذا وان شاء الله ما بيقصرون فالك طيب. لا والله لو مجايجين وراجل لو مجايجين ما التقاعد زين. والله ولا اتصل ولا لا لا ادريبك ادريبك لا لا يا طويل العمر لا ما بيقصرون خير خير معاد عاد وباد الحمد لله رب العالمين. طيب طويل العمر وين ماخذ الماكينه انت؟ ماخذ
من شركة جماعة عندكم في عمان. هي كم باجي عليها؟ باجي من أيام مسرت أنا فعلا ما مالها شهر كان من 90، الحين نقصها من 90 يعني نقصها 3600 يقول. ها وايد باجي عليك سارة. هي أنا هذي ذلاثمية بمية وثمان وتسعين. آه مكينتين واخذ عنهم. هي لأن أنا يوم أخذت الراد هذا باش عدم بعد ما الواحد متوفي عنه قم النابولة كان عرفت عمر. إيه نعم زمان. نعم إيه وأنا أخذت هذا بعد بعد ورا هذا بعد أنا أخذت بعد زيزات من عند واحد ما القطر عندي بواتي وعند ربيعي يعني فرش لي وأخذت هذا قلت أنا برجع يعني بستفيد الحين تعرف أنا عمري 64 سنة. لا لا إن شاء الله ما بيقصروا إن شاء الله. شو اسوي يا اخي؟ لو يبون ورقه بايبن من لا لا ما يتواصلون وياك الحين فالك طيب من عيوني اذا الحين بيتواصلون وياك ان شاء الله وما يكون خاطر كله طيب ما بيقصرون ان شاء الله. الله يخليك الله يطول عمرك خليك الله يسلمك الله يحفظك اخوي. لا بديت خشمك انت اسمح لنا الله يحفظك الله يطول عمرك الله يسلمك في حفظ الرحمن. حياك الله خالي يا هلا وسهلا فيك في حفظ الرحمن. هني يقول يا طويل العمر ليش هي الصحه في دبي يعطونا الدواء بالأقساط؟ ما فهمت يا طويل العمر. ما هاك أول يا طويل العمر يعطونك الله بسمحين عرفت يعطونك مثلا مال كم من شهر؟ لا خالي الحين يعطونك يا طويل العمر على حسب احتياجك ما بلا في كل مكان الحين حتى في وزارة الصحة يعطونك يا طويل العمر على قياسك الحين. قبل مثلا يقول لك خدمة 3 شهور الحين وهذا لا يا طويل العمر تغيرت الآلية بارك الله فيك. هني يقول هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام البنية صرت قدمت صحيح يقول صرت قدمت الموارد البشرية وعندنا في وهي عندها جواز الشارجي يقولون لازم تكون ساكنة في الشارجي وبنتي تقدر تداوم في الشارجي. طويل العمر هو أنا أشوف الحين هي ما بيايه بتسكن ياي يا طويل العمر أو ما بيايه تبغى شيء ياي تبغي تداوم. فإذا كان لا فرصة عمل في الشارجي وهي تقدر أن تداوم في الشارجي ما في بأس يا طويل العمر إلا إذا هم عندهم رأي آخر لموضوع معين وسبب معين هذا يستوي. ولكن أنت مثلا الآن يقولوا لك على سبيل المثال ما بنعطيك بيت في الشارجي أنت مثلا من كلبة ما بنعطيك بيت في الشارجي أساس ما يبادرون هالكلبة كلهم يبادرون كلبة ويون الشارجي هذا كلام صحيح. ولكن بما يتعلق بالوظيفة لا إذا كانت الوظيفة متوفرة هذا ما يخصه إلا إذا أنت ما تقدر تلتزم وتقدر تداوم كل يوم هني الموضوع يختلف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير والنور والحمد لله على السلامة. الله يسلمك خليك حياك الله يا خالد كيف الحال؟ حالك مناك الله يطول عمرك شو أخبارك وإن شاء الله بخير الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك بخير الله يحفظك. شو حالك شو حال أهلك وعيالك كلهم بخير؟ بخير كلهم بخير الله يديم عليك بخير بخير يعني. آمين في البحر ولا وين خالي؟ وين يا الغالي البحر؟ وين يا الغالي البحر؟ خلني ساكت ليش ساكت. لا تسكت يا طويل العمر. برمس بظهر لي في الخاطر لا تخلي شيء خالي. المهم الله يطول بعمرك زين يا عمر بس عيب اكملها انا الحين. قول خالي. خالد فلاسي بوبطي والنعم معروف عن الصيادين. نعم. اتحدث عن الصيادين انا ما بتكلم عن عمري انا اتكلم عن مجموعه الصيادين. طال عمرك ابو راشد اول شيء اناشد الشيخ سلطان الله يطول بعمره ويحفظه ويخليه طول العمر يا رب العالمين. الشيخ سلطان الله يطول بعمره الصير هذه نحن نسيرها من سنين ومنين من ايام الثمانينات من ايام الثمانينات 80 81 80 كنا نسير الصير ما عندنا اي مشكله نحن نسير نلفح خباب ما نسير نتوح قرقور ولا عندنا ليخ. الحين طال عمرك حاطين دوريات هناك يمان للبيئه البيئه يعني السيف نحن ما نيها نحن نسير نلفح خباط بعيد زين نلفح خباط بعيد وقابل سلة الدور يروق وكل امر شيخ سلطان والشيخ سلطان قال والشيخ سلطان يا ابويا طويل العمر الشيخ سلطان الله يطول بعمره ما قال لعوزوا الصيادين هاي الفقراء ويكدون على بيوتهم ويكدون على عيالهم متدينين ويلا يلا وصلوا للناكي وصار في لهم بترول 1000 درهم عشان يوصلون الناكي ويروقونهم وقابضينهم روق يا ابو راشد حرام فقراء
فقراء يعني هاي المساكين شو يسوون؟ شو يسوون؟ يعني انيوا عند البر منعوهم، انساروا عند جراب الحقول بس يلفحون خباط، يلفحون خباط الحين ما بيتحون قرقور في بعض الاماكن ممنوعه يا طويل العمر، ممنوع يا سيدي، ممنوع ترى قانون هذا، بارك الله فيك يا ابو بطيء. حبيبي نعم. حبيبي ليزيرة مستوينة من استوينة، وانت تعرف يختلف الوضع قبل غير خالي، يختلف الوضع يا طويل العمر. ما عليك راشد، يوم بتشوفه يتوح قرقور بمنعه، لكن هو مسكين بخيط وميدار وبيصد لك كم خباط وبيدبر فن، يعني ترزقون الله يستانسون مساكين. انا والله العظيم يا براج ركبت المكيف وجهز بعد الثاني وكل شيء ومتحمس، واني صرت البارح اشتريت العيش واشتريت البصل والسامان وخلاص، واني الليل بروح الحين تصلي ربيع قال لي والله راغوني، والله العظيم انه كسر هوسي وتم داير راسي من كم من يوم اشتغل في الطراد عشاني بسير بابات هناكي واخترب المزاج كامل. وين نسير يا ابو راشد؟ وين نسير؟ انينا مني لرانيين داين في حلوجنا، وانينا البر تلعوزنا، ونسرنا عند الليزيرة، وين نسير؟ وين نسير؟ نبيع طراداتنا ونهاجر من نكنسل البحر، وين ايش قبل نعيش؟ قال الناس الفقراء، هذا مسكين واحد الحين تو راغينا من الليزيرة تو قبل شويه، والله العظيم مديون وخلها على الله. البارح مسكين عقب موت ركب جيره كان يسير، يوم وصلنا كان يقولوا لي يلا ما أبغى تشوفه كني، وين نسير؟ وين نسير يا أبو راشد؟ وين نسير؟ الناشد الشيخ سلطان الله يطول بعمره ويحفظه، يا رب يا رب يسمح لنا، يسمح لنا حق هالفقراء اللي يترزقون الله، فقراء يكدون على عيالهم بيوتهم، والله العظيم أنهم ناس تعبانين. وأنت تعرف أبو راشد بروحك اليوم، اليوم الناس مو بشرة تقل، اليوم في بالبيع الربية هني وطارت، في بالمعاش مني ما يكمل 10 من الشهر إلا سلامتك، كان كمل 10 بعد التزامات عليهم، ديون مال طرادات، ديون مكاين، وانت تعرف مكاين فور ستروك اليوم كم بتشتريهن؟ اقل شيء اقل شيء ب 175 ب 180 الف، بس تشتري لك طراد اقل شيء ب 180 ب 120، يعني كلهم متدينين الشباب، وكلهم كلهم يبغون يترزقون الله، يبغون يفرحون يتريون هذا الوقت اللي يجيهم بشارة الخباط، مثل اللي واحد يوم يجيه بشارة شيء راعي التمر راعي الرطب وراعي هذا، نحن عندنا هاي بشارتنا الخباط. اي بس في اماكن بعد ببطي، في اماكن يا طويل العمر ممنوع خالي، هاي للمحافظة على البيئة، وفي بعد ما يتعلق في بعض الاماكن ما يتعلق بالدواعي الامنية، امور كثيرة خالي واضعين هالقوانين يا طويل العمر عشان حتى يحمونك انت ويحموني انا ويحمون الثاني والثالث يا سيدي. ما خالفنا طال عمرك، ما خالفنا على عيننا وراسنا، لكن نقول نحن هذا راعي خيط ومدار بيلفح وبيروح، ما بيسوي شيء يضر البيئه ولا شيء، يعني البورد البورد بورد هذا اللي يربه البورد يربه السمك، هذا بيضر الخيط بيضر المدار بيضر، ما يضر هذا طال عمرك، يضر راعي المنشل والقرقور، راعي المنشل والقرقور وراعي الليخ اللي بيتوح ليخ على السيف ولا على بيضر الليزيره، لكن راعي خيط ما يضر الليزيره ولا يحرك شيء في الليزيره ولا اي شيء. هذا يقول لك ببط، يقول لك تعال صوبنا بحر شعم والجير، يقول لك وايد خباط وشنعد قريب من البر، يقول لك قريب من البر 14 كيلو الله ما يحتاج يصير، يصير بعيد، يصير وين بعيد خالي، يصير ها قريب خالي، وين الروم يصير هناك؟ احنا ابوي تعرف انت الصير والمرقب الحمر، اقلص الطراد يعني اقلص اقلص الطراد لين راس الخيمه، ما روم هناك بارك، ما عندي بنعزوني شت حراني، ما شفت قبل شهرين قبل ثلاث شهور وديت طراد هناك وما حصلت بارك، كي ما اجر مكان في الفندق مكان قال لي طراد 30 قدم ب 1800 درهم، والله دفعت 1800 حق شهر واحد، وصرنا نلفح خباط، شوف تعرف بروحي انا اسوي عشان الفرج مني وزير للناكي وصيد سمك وارجع من ناكي يوم مثلش ويوم يارك ويوم مقلوص بترول اخترب علي الفيول بام خلي على الله والحمد لله، لكن براسي احنا مروا من اصبر، والله العظيم انا واحد من الدوخه براسي ما رو اصبر على البحر ولا رو اصبر على الخباط، الخباط هذا الله يدور براس، انا راسي يدور علي من الخباط هذا ما اقدر استحمل، من تدين بيني وبينك
يوم قالوا لي ممنوع كل ممنوع ممنوع. زين ما بشرط انت تصير عالي 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 جدا تصير بعد. الو ها خالي اكيد خبط دخل في الخط. الو براشد. الو براشد. اه ما ادري شو السالفه سكيت في الماي جلب. ما لا لا هذا خباط دخل في الخط. اقول تمت هذه بروحي بس تعال يمكن شلت دوك انت عاد لا تدبي حر وايد 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 يصير دون الصير. ما بشرط توصل الصير. ما بشرط توصل الصير خالي. الو براشد اسمعك انا انت ما تسمع. خلي عقب التصريف بتصل فيك عقب ببطي. انا اسمعك انت ما تسمعني. لا لا نيت الله يسلمك اني عند دبي مول. اظني ان اخوي ارسالهم شوي خرب علي. لا لا دبي مول ارسال العبار مسوي لهم تقويه. ايه لا العبار الله عليه الله عليه. لو داخل الباركينج تسمع الاتصال ما ينقطع. يا سلام يا سلام. لا والله انا طايفني اقول لك انت ما بشرط توصل خباط. ما بشرط توصل لين الصير يا طويل دون الصير تعال. عاد انا بعطيك الزبده. اي ما بشرط توصل الصير. تبغي تبندر هناك ممنوع ماشي الله بسبب تبندر. هي بس لا لا تنزل. لا بندر لا لا بندر عادي بندر عادي. اي بس ما تنزل تبندر بس ما تنزل. لا ما ننزل احنا نبندر طالع. زين انت دون الصير ما بشرط توصل قبل ماشي. قدوك 10 ميل عند النيوه. سر عند النيوه نيوه بن حنظول اقرب لك. قابض عند الصير العود. قابض عندوك نيوه بن حنظول هنا دون النيوه هنا بعد وايد خباط. لا بينزل عقب. احنا نتكلم يوم بدايه من سبت. زين تخلي ينزل لازم تربع لهناك لين الصيره. خلي ينزل يوم بينزل ان شاء الله. خذ نصيبك. مروم مروم يا ابو راشد مروم مروم الله يطول بعمرك. مروم نصبر على الخباط. انت تروم تصبر. انت تروم تصبر. احنا مروم نصبر. انا من زمان ما صرت البحر. انا اقول لك احيد الله يذكره بخير ويطول بعمره ويخليه. شيخ عمار جيت هناك يوم في الصير. نعم زمان يوم كان عند اليخت ال 75 الازموتك الاولي. ازموت رحم الله والديك. ازموت ولقيتهم يوم جيتهم كان اقول طال عمرك كله نو. هذا فيه نو ما بيمشي. كان يقول يمشي ما يمشي نو في هذا. وشوف هالكلام زمان عاد من بحين ما ادري سنه كم والله ما اتذكر سنه كم. الحين ما شاء الله يا اخت عود ما اعرف قد اي واحد. لو عرفت كان يتطابق هناك. الله يطول بعمرك يا طويل العمر. تخلك الحين ليل ينزل الخباط. خلك هنا لا تشيل تربع لنا الصير. اي لا تاكل قرصك نيب وبطي. الله يخليك وايد مستعيل انت. الله يطول عمرك والله مستعيل ومتحمس. لا لا بينزل دوك ينزل الخباط. ينزل الخباط ويصيدون هنا. لا لا يا رب دوك. يا رب شيخ سلطان يسمعني الحين ويقول روحوا توكلوا على الله وصيدوا واستانسوا يا رب العالمين. يا الله كان لي دعوه. يا رب يا رب. انا اصلي الحين بس ادعي بقول يا رب الشيخ سلطان يفتح لهم اليوم ويقول لهم بيتوكلوا على الله. يا شيخ سلطان الله يطول بعمرك ويخليك فتح حق الفقراء يصيدوا يستانسون. ما 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 بيسوون شيء غلط بس بيصيدون سمك وخيط ودار بس ما في شيء ثاني. الله يسلمك يا ابو بطي. الله يطول عمرك يا سيدي حبيبي. حياك الله. يا هلا وسهلا بك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. مره اخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام من خلال راديو الرابعه الموجه 107.8 من الامارات العربيه المتحده من عجمان. ونتواصل معكم. اتصالاتكم الهاتفيه على هاتفنا رقم 600551610 من خلال رسائل نصيه القصير على 7009. ونرحب بكل مشاركاتكم. يا هلا وسهلا فيكم. ايضا اخواننا عن طريق الانستغرام نقول لهم يا هلا وسهلا فيكم ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. وايد اعلاناتكم طويله شو نسوي خال. الحمد لله الله يزيده بالخير ان شاء الله يا رب. يلا هني يقول زين معلش خالي. خالي ما بشرط يعني هاي قوانين الحين يا طويل العمر بما يتعلق بالجزر والمنشآت النفطيه هذه كلها قوانين يا طويل العمر. لازم الحين اذا صارت المساله او العمليه فوضى يا طويل العمر او حتى ما يتعلق بوزاره البيئه تغير المناخ يعني إذا ما حطوا قوانين للبحار وما حطوا يا طويل العمر قننوا بعض الأمور منعوا بعض الأمور ما يتعلق بوسائل الصيد في أماكن في يعني مثل ما تقول مواسم معينة مثلا على سبيل المثال الحين يوم يمنعون الشعري والصافي. هاي الأمور كلها يا طويل العمر لجل المحافظة على الثروة السمكية يا طويل العمر ولجل المحافظة على البيئة أيضا أمور كثيرة. فأنت عندك المنشآت النفطية هني ممنوع يا سيدي أول شيء
في خطر وامور كثيره لدواعي الامن والسلامه، امور كثيره يا طويل العمر. ثاني شيء بما يتعلق بالجزر ايضا، هذه جزيره غير ماهوله. اول شيء هذه جزيره يا طويل العمر فيها منشاه عسكريه، زين، ما مسكونه ايضا، ما مثل الجزر الباجي او ما بجزيره مثل ما تقول سياحيه، بس يستغلونه يبندرون يوم في شمال شيء يبندرون وما ينزلون، يستغلونه بندر. في عندك يا طويل العمر الان ما بسياحيه، لو مفتوحه مثلا فيها منشآت سياحيه وهذا ما في باس، بس لكن هناك بعض في لازم يحافظون على البيئه بعد، في امور كثيره، في حيوانات بحريه كثيره لازم يحافظون على البيئه يا طويل العمر. ايضا عندك الله يسلمك عندك نيوه بن حنظور، هذه مفتوحه، النيوه مال بن حنظور مفتوحه يا طويل العمر، اللي هي جزيره الهلال مون ايلاند، هذه مفتوحه، يسيرون ويبندرون ويصيدون وهذا ما في ما في ما في اشكاليه، بس لازم يكون في قوانين. اذا ما في يكون في قوانين بتصير فوضى يا طويل العمر، لازم يكون في قوانين، لكل شيء لازم يكون له قانون، سواء البر قبل اختلف، لو يتكلم الان عن الثمانينات يختلف الوضع، اختلفت الامور، زاد قبل الثمانينات عدد اللنجات بسيط، الان زاد عدد اللنجات، زاد عدد الطرادات، كم طراد الحين عندنا، كم قرقع، ما كان كان اللنج مثلا اللي اعتاد يلا 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 100 قرقور، الحين وين كل لنج، في خمس، كل صاحب محمل عنده 5000 قرقور وصلوا وايد يا طويل العمر. فلازم يكون في قانون يحد من الصيد الجاير، يحد من مخالفات كثيره، يحد من يا طويل العمر انك انت تضر بالبيئه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالك اخوي؟ اللهم لك الحمد. عندي مشكله الله يسلمك ودي انك تحلها. اذا كان عندنا حل فارج طيب. بخصوص بنتي الله يسلمك، نحن انتقلنا من عمان للشارجه. منطقه الرحمانيه 5. والبنية حاليا المفروض تكون في مدارس الثانوية. إنزين حاولنا نحن نسير المدارس اللي في السيوح، طبعا عقب ما عطونا الوزارة المدرسة المفروض بنتي تدرس فيها، والمفروض أخذ من عندهم الموافقة وأجيبها لعمان وأخذ أوراقها وأوديها للشارجة، وطبعا وفرنا لهم كل الأوراق. بداية طلبوا منا ملكية البيت ودينا لهم، ردت قالت لي أبغي خريطة البيت، رديت وديت لها، وآخر شيء قالت لي يبيلي فاتورة الكهرباء ورديت وفرت لها، طبعا هي ثلاثة أيام وفرت لها كل الأوراق. جت قالت لي المعلمة اللي عندهم إن والله الحين ما في شاغر، تقايل يعني ماشي مكان حق البنية وين بتدرس. ردينا في عمان، نقلوها من مدرسة عمان بينقلونها مدرسة ثانية على أساس إنه المنطقة المدرسة هاي ما تشمل منطقة اللي هي فيها اللي في الشارجة. البنية تتلتها بين المدارس يا أخوي، يعني شقايل ما تأخذها المدرسة في الشارجة، وأنا عندي عيال غيرها يعني صغارية، أنا بعد أجاب لهم ولدي بعد كيتي وان يعني، وتوى دارس، وكل يوم أودي المدرسة أروح لما الباص يدل. في أي مدرسة في الشارجة هي طويلة العمر اللي ناقلينها؟ هم الوزارة جايلين لنا على أساس إن نوديها مدرسة السيوح. زين. المجمع اللي في السيوح. راجعتي المنطقة التعليمية أبوي في الشارجة الله يطول لي عمرك خليك. هي صرت لهم يا أخوي. زين. هم اللي عطوني المدرسة. زين. هم عطوني اسم المدرسة. زين. وصرنا لهم يا أخوي، صرنا المدرسة المعلمات حتى أسلوب ما عندهم، يعني كأننا نحن نشحت منهن. قبل هالدرجة يعني أنا بيب أسجل بنتي وها من حقنا. زين معلش، راجعتي المنطقة التعليمية قلت لهم ما قبلوها؟ راجعتهم يا أخوي مرة فوق 10 مرات. زين شو قالوا لك؟ كل مرة يقولوا روح المدرسة، الموضوع في المدرسة نفسها، المفروض المدرسة تعطيني ورقة موافقة وأجيب الورقة هذه في عمان وأخذ أوراقها وأوديها المدرسة عندهم في السيوح. أي مدرسة الله يسلمك في الشارجة؟ مجمع زايد في الشارجة في منطقة السيوح يسمونها. مجمع زايد؟ إيه مجمع زايد منطقة السيوح، هو اسم المدارس كذا، يعني ما لها اسم معين. فهم الوزارة هم اللي عاطينا هالمدرسة يعني. باقي عيالي سجلتهم الحمد لله يعني ما تلعوزت وياهم، بس بنتي في الثانوية صراحة وايد لعوزت، حتى في عمان يعني ما طايقين حتى المدرسة اللي كانت فيها، قالوا بننقلها من نفس المدرسة. احنا وين اودي البنية حليلها؟ اضيع عليها السنة عشان ما زين. انا طويلة العمر ما وعدتش بالحل، تقولين وعدني بالحل وما حل المشكلة، بحاول بشوف شو الموضوع ان شاء الله. فارج طيب. جزاك الله خير. ان شاء الله. يا هلا وسهلا فيك، في حفظ الرحمن. حياك الله. هني يقول
أرجو توصيل رقمي للأستاذ عبد الوهاب، يقصد عبد الوهاب الحمادي في وزارة الموارد البشرية. وصل الرقم خالي اللي يطرش رقمك لعبد الوهاب، وصل الرقم فارق طيب أو فارق طيب إذا كنت وحدة. هني يقول زين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا حرة. سمحت أنا بس عندي شكوى ضروري، بس إحنا 11 أسرة هنا ممنوعين من أولادنا إنهم يدخلوا مدارس الحكومة، إحنا 5 أنائية. نعم. النهاردة ثالث يوم للدراسة ومش قادرين نتصرف والله، ولا عارفين نعمل حاجة. والله طويلة العمر هذا لازم يصدر قرار يا طويلة العمر ان الناس اللي في المناطق النائية والمدارس الحكومية المدارس الخاصة عنهم بعيدة يدرسون، وان شاء الله نتأمل خير في هذا الموضوع. يا رب حد يسمعنا بس. يعني نتأمل خير ان شاء الله، نتأمل خير ان شاء الله في هذا الموضوع ان شاء الله يا رب. هذه ثاني شكوتيني هذه السنة، وان شاء الله ان شاء الله نتأمل خير. 11 طفل بنفس الوضع صف اول مش قادرين يدخلوا المدارس. ان شاء الله نتامل خير ان شاء الله يا رب. يا هلا وسهلا فيك حفظ الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو. وعليكم السلام ورحمه، كيف حالك ابو راشد؟ الله يسلمك ويخليك ابوي، بنعم الحمد لله يا رب. وياك ابو حميد من العجمان. والنعم يا ابو حميد. والنعم في حالك يا رب. ابو راشد، ملاحظه بسيطه على شركه دو. نعم. وصلني فاتورة ويطلبوني بالدفع وأنا ما عندي نت بالبيت ولا تليفون أرضي. جماعة الغلط يصير خالي، ما إن شاء الله بنوصل لهم. وصلت والله وياهم براشد على الكول سنتر، يقولوا سير الفرع سير الفرع. ما عليش بيتواصلون وياك وفارق طيب إن شاء الله. فارق طيب. طيب الرقم هذا رقم أرضي يا براشد. ما عليش الرقم موجود عندنا، بنطرش لهم رقمك يا طويل العمر وبيتواصلون وياك. فارق طيب. تسلم مشكور. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. والغلط أبوي يصير، يصير الغلط. ما يصير الغلط، لكن إذا تما عندك وهذا خلاص بيحلوا لك المسألة إن شاء الله. وصلتي رقم أبوي؟ زين، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوت الرادة والله يكسر عنك الشر يا ربي. يا الله أفعلي طيب مراجل حاجة خير. الله يسلم غليك يا طويل العمر. الله يطلع عليك، سامحنا الازعاج. لا ما في ازعاج حبيبي، بالعكس انا افرح يوم اسمع صوتكم. الله يخليك، الله يطلع عمرك. الله يسلمك. امين امين يا ربي. يا حياهم الله يا محمد. انا بس منخفض موضوع شوي، ان بنيه تحتيه شوي بمنطقه راس خيم، اماره راس خيمه. اماره راس الخيمه. المنطقه الجديده الشاغي اسمه سيح البير. سيح البير. سيح البيح. البير البير. سيح البير. اي نعم. سيح البير اول مره اسمع. منطقه جديده بني الحين. في وين؟ اي مكان خالي؟ منطقه راس خيمه، منطقه خت. ها في منطقه خت. اي نعم. هذا الاسم قديم ولا جديد؟ لا لا شعبيه جديده حاليا. لا لا الاسم، الاسم الاسم سيح البير هذا قديم. نعم ولا جديد؟ اسم قديم. قديم. اول مره اسمع. زين قول خالي. الله يطلع عمرك. هاي طبعا كبير بنات طلعت الحمد لله عمار الشيوخ نظام لك الله يحفظهم. آمين يا رب. من برام من برام الشيوخ اللي أعطوني الأراضي الحمد لله، وسكن في عوائل سكنت في المنطقة هذه. نعم. بس خصوص الشارع تقريبا يبعد عن الشارع العام، تمشي بال التشت الترابي. نعم. حوالي تقريبا يوصل البيت المنزل حوالي كنت تقريبا كيلوين أكثر. آه. إيه نعم. ويوم خصيصا منطقة الأمطار. أمطار غزيرة ولا شيء ما تقدر تطلع ولا تقدر تدخل المنطقة. نعم. نطالب الحين في ناحية الأشغال خصوصا. وصل رسالتك إن شاء الله إلى معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير البنية التحتية. فالك طيب يا سيدي. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك يا راشد. الله يحفظك. في حفظ الرحمن. يا هلا وسهلا فيك. حياك الله. والله يا طويل العمر معلش، شوف ايش قايل عاد هذا يقول والله ما اي بير هنيقن ولا. والله يا طويل العمر سوي له تليفون، هذا قصد البير انتم كله تفهمون غلط يا سيدي. قصد البير يعني الطوي، سيح البير يعني الطوي، عرفت كيف؟ البئر. لا انت راسك يصير بعيد خالي هناك. الله يسامحك ان شاء الله. سراج الدين اليوم قميص كحلي هذا واجد حلو. مال هني هذا ولا عندي؟ هني هني؟ ايه. كم يشتري؟ 75 درهم ديسكاونت 10 ريال عن لاين بيرتشيز. اه 65 درهم قبل سنه عيد ما يشتري. اه يوم العيد شهر عيد ميلاد. ايه. بيرثدي.
متى بيرثدي مالتي؟ آه هذا مارتش 28 فينيس. خلص خلاص خلاص نكتير ان شاء الله. كنت ناوي اجيب له هديه بس خلاص نكستير ان شاء الله. يا هلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن. هني يقول ابو موزي يا هلا وسهلا فيك حياك الله يا ابو موزي. هني يقول يا طويل العمر لا ما يقول ما يخص الناس فيها رساله زين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم الوقت مقيد ما بطايع يطوف ليش ما ادري اشوف الساعه تجي له وايد ما تمشي اليوم شو السالفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو اصفري كذا اظني لان في اصفري بعد يتعادل الليل والنهار. عليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف الحال اخوي ابو راشد؟ الله يجزيك خير يا سيدي بنعم الحمد لله رب العالمين. انا عندي شكوى للشؤون الاجتماعيه راس الخيمه. ملاحظه خالي ما بشكوى قول خالي. ملاحظه عفوا هي. نعم قول يا طويل العمر. نحن طال عمرك بعد قال الشيخ محمد بن راشد ان شو اسمه الشؤون الاجتماعيه يعني يعطونهم وشي يعني ف شو اسمه نحن سنقدمنا قالوا انت اللي قدمت هذا استبيان. اي استبيان طويل العمر هي نعم صح. كلام سليم اللي قدموا كلهم هذا قدموا استبيان يا طويل العمر وحين مطالبين هايلة في وزارة تنمية المجتمع يا طويل العمر بدراسة كل هذه الحالات يا طويل العمر وبعدين بيصدر فيهم قرار. طولت يعني على ما يقول يعني. والله يا طويل العمر إن شاء الله لو كان تأمل خير كل ما تطول تأمل خير في الإمارات إن شاء الله هي. يمكن يكون فيها خير لكم يعني بدل ما يا طويل العمر مثلا الآن تحصل أنت شيء جليل يستعيلون وتحصل شيء جليل يمكن إن شاء الله تحصل شيء أكثر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فنتأمل خير. هذه المواضيع كلها قيد الدراسة يا طويل العمر تعرفهم في صدر أمر من سيدي صاحب الشؤون الشيخ محمد جزاه الله خير وصدرت أيضا الميزانية اللي هي 11 مليار مثل ما تعرف يعرفون الجميع في وقتها أمر سمو وإن شاء الله إن شاء الله نتأمل خير. تعرف ما شاء الله يعني العدد كبير ويدرسون الحالات كلها إن شاء الله وإن شاء الله يعني الدراسة هذه تأتي علينا بالخير إن شاء الله. ولكن بيني وبينك تبى الصدق يعني شوي طولت. وبخصوص طال عمرك الإسكان أنا زايد للإسكان أنا طلع لي أنا بس شو اسمه حسبوا لي شو يسمونه قرض وأنا راتبي 13500 ترى فوق العشرة يا طويل العمر من يزيد درهم يعطونك قرض. لا لا بس القرار الشيخ محمد بن راشد الجديد انه اللي اقل من 15. والله ما عندي فكرة يا طويل العمر انا الى الان انا صدر قال انت مقدم لحظة انت مقدم قبل ما يصير التعديل. ايوه لا خلاص خالي ما يشملك طويل العمر اي ما يشملك انت مقدم قبل نتمنى مقدم قبل وجايت انك الموافقه قبل خلاص ما يشملك التعديل هذا لانهم قالوا لي تغي شوي. لا ما انتظرت يعني لا ما يشملك التعديل اذا مقدم قبل وجايت انك الموافقه قبل ما يستوي تقدم من يده ويديد وتكنسل الاولاني يعني حتى نحن كلمناهم يعني سرنا لهم في راس الخير. لا ما في فايده خالي ما في فايده في هذا الامر إيه؟ حتى يعني كلمناهم قلناهم حتى إذا قابلنا الشيخ محمد بن راشد ما طويل العمر هذا أمر يعتبر نافذ خلاص اللي مقدم قبل من نصيبه واللي قدم عقب ترى هذا نصيبه إيه؟ لا أنا طال عمرك تعرف يعني ما يعني شو اسمه الآن وين بتحصل بيت ب 800 ألف الآن وين بتحصل بيت يعني من طويل عمر الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه آمين زاد شو اسمه اللي هي من 800 اظن يخلوها مليون تقريبا. والله يا طويل العمر اللي هو شوف خالي اللي عارفه انا المنحه 850 اي زادوا المنحه يا طويل العمر الى 850 الف درهم على حسب حاله الشخص وعدد افراد الاسره. هم الان زادوا وزادت بعد اسعار المنازل هذا اخوي شوف ما شيء ينقص كل يزيد خالي مواد البناء البنيان اذا جيت قبل كم من سنه غير وحين غير كل يزيد كل شيء يرتفع ما ينزل بارك الله فيك. والله اتمنى الان بس الشيخ محمد بن راشد بس يسمعني اتمنى بس انه يكون لي منحه بس. والله يا طويل العمر شوف خالي اذا في استثناء ما بيقصرون ان شاء الله واذا في حل بعد بيوجدون لك حل ان شاء الله ما بيقصرون. ان شاء الله اخوي شكرا الله يسمح دربك حبيبي الله يحفظك حبيبي. شكرا يا هلا وسهلا فيك الغالي.
يا أهلا وسهلا. هذا أي واحد مثل حتى عندك مثلا صندوق زواج وهيلة وكلهم يقول لك خلاص من تحت يوم باني الحين لو باني على حسابك أنت باني بيت على حسابك وتصير تقدم يقولوا لك لا أخوي أنت عندك بيت. عرفت كيف؟ يختلف الوضع. أنت إذا مثلا القرار صدر ويذكر موافقة قبل القرار يقولوا لك لا خلاص أنت يذكر موافقة قبل وخلاص مثل النصيب ترى هذا مش بعد. الحمد لله رب العالمين كقرض يعني يأخذون عنك يعني أقساط بدون فوائد. هنا يقول السلام عليكم، أشوف بعض البنايات السكنية التجارية مكتوب عليها كهرباء مواطن هو للمستثمر، بس الحين سوى واحد قاضي خلاص وكان للمستثمر. المستثمر اللي هو صاحب البناية إذا كان مواطن الكهرباء غير، وإذا كان غير مواطن الكهرباء غير. الحين أظني سوى واحد قاضي كله. هنا يقول السلام عليكم، يقول يا الله بالدنيا نحن بانين فيلا كاملة مسلحة، يعني فيها أسلحة ولا مسلحة ما فهمتك، مسلحة وثلاث غرف مع سور ب90,000 درهم، هذا أظني 80، أظني ب80 ولا ب70. الحين حجرة ما يسوون 90,000، الحمد لله رب العالمين. هني يقول لك يا طويل العمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان مقترح بتقليل القسط الشهري، القرض من 2660 درهم إلى 1,000 درهم بيشتوا يا طويل العمر إذا سووا من 20 بيتم 30 سنة بيتم الدين عليك، جاء فكلك أنت يطيح عنك بسرعة يا طويل العمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. وعليكم السلام والرحمة. السلام عليكم عمي براشد. يا هلا وسهلا يا أبوي. يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. أنا اسمي ممدوح والي من سوريا، مقيم بدولة الإمارات من 9 سنين. يا هلا وسهلا يا أبوي. أي خليل ياك، أنا الصراحة ما عندي لا أي ملاحظة ولا أي شيء، حبيت بس أسمع صوتك وبتشكرك على روحك الحلوة وروحك الرياضية وصوتك الرنان دائما بالإذاعة. والله كان لي الشرف من قبل، كان لي الشرف عمي براشد إني قابلتك من 7 سنين كنت أشتغل بشركة موبايلات، والحين عم بتصل معك بصراحة لأول مرة على الإذاعة. الله يسلمك يا سيدي، تشرفنا يا أبوي. شكرا شكرا يا أستاذ. شكرا عبد الرحمن، يعطيك العافية. شكرا، باي باي. حياك الله. روحي رياضية، لأن ألعب رياضة كل يوم أنا، وألعب كورة من زمان من شي استوت روحي رياضية. هني يقول لك يا طويل العمر ولا لا ما يقول لك لأنه ما شيء وقت. هني الله يسلمك زين يا طويل العمر إن شاء الله فالك طيب. يقول لك هني يا طويل شوية رسائل الله يخليك لنا بس 25 ثانية. ما الوقت ما يطوف براشد، والله ما يطوف اليوم، ما أدري ليش اليوم، يا أنا في خلل يا الوقت في خلل. تلاحظين نفس الشيء ولا ها نفس الشيء؟ هي في شيء اليوم، هذا كله من أصفري عبد الباقي. تحس ان اليوم النهار بطيء الوقت ولا شو السالفه؟ ليش؟ ها؟ تعال عبد الباقي نفس الشيء. حمدي خليفه. حمدي. ها؟ خلي شيل السماعة. زقر الله يخليك. بزقر اللي في التلفزيون كلهم اليوم. بسألهم هذا السؤال. والله مستغرب ما يطوف الوقت. الساعة تقوم قيدي. كل يوم الوقت يطوف على الرادار، ينقع الرادارات كلهم الا اليوم، ما ادري شو السالفه. بتحس الوقت اليوم بطيء النهار ولا شو السالفة؟ اي ولا مثل كل يوم؟ انا بالنسبة لي اليوم من النهار ده اسرع من البارح. يا اخي شوف شو قايل، عين الحين فينا خلل وانت لا، ما ادري هو الحين ثلاثة الحين ياسمين وعبد الباقي وانا نقول انه بطيء، يقول اسرع من البارح. ما ادري يمكن البارح انت ساعتك البيولوجية تختلف عنه، البارح كان عندك انت النهار بطيء. والله ما يندرف علي عبد الباقي، انت بعد قال لي عبد الباقي يمكن تشارب شيء. لا شيء يعني خلي ما شاء الله شغال يعني. ها شغال، انت تقول لي شارب شيء؟ لا قهوه يعني مثلا. ها قهوه عبد الباقي الحين صلح قال قهوه، قصدك ما بزين عبد الباقي. اي دائما اقول لك ما سبحان الله. اي
الحين حتى قبل يوم تشوف اختلفت الدنيا في كل شيء الحين سبحان الله. الحين صار الشك عند الناس يشكون في كل شيء، في كل شيء يشكون. قبل إذا شافوا اثنين مع بعض مثلا يمشون في سيارة أو شفتهم مثلا الحين صرت أنت في فندق مسافر وشفت اثنين ربع يا أخي ريايل يشكون فيهم إن هاي الاثنين مو بزينين، إيه يشكون فيهم إن هاي لا مثلا ما بأوضح وايد. ونفس العملية الحريم بعد يا أخي سايروا يا صديقته يعني إذا شافوا الحرمة ويا ريال قالوا ها سايروا يا ريال، زي الحرمة سايروا يا حرمة شكوا فيها قالوا لا هاي أكيد متزوجين بعض ولا ريايل متزوجين بعض كل يشكون لأن سارة والله باسمه خلوه خبلوا ابنه ما تعرف شو صاير في الدنيا هي اللي يقهرك أكثر أكثر وايد 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 هاي والعياذ بالله هذه اللي يتزوجون هم عادلين طبعا مسمينهم مثليين ما في مثليين هاي بطالية هي هذا بطالي ما بريال. المهم فاللي يقهرك وايد 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 تشوف واحد في لحية هاي اللي متزوجين الحين تشوف واحد في لحية عودي وشنب وهذا والمشكلة يطلع انه هو الحرمة هو اللي لابس الفستان الابيض هذا اللي خارك والله العظيم ما نعرف شو السوا في الدنيا يا سبحان الله والله العظيم اعوذ بالله الله المستعان. ان شاء الله نتواصل بعد هذا الموجز. اذا نحييكم مستمعين الكرام مشاهدين الكرام من خلال الدولاب على الموجة 107.8 من الامارات العربية المتحدة من عجبان ونتواصل معكم ويا هلا وسهلا فيكم ونتواصل مع اتصالاتكم الهاتفية على هاتفنا رقم 600-551-610 ومن خلال رسائل النصية القصيرة على 7009 ونرحب بكل مشاركاتكم ويا هلا وسهلا فيكم. هني واحدة من الأخوات تسأل تقول زوجها متنازل عن العيال، هي متنازلة زوج متنازل عن العيال ويا العيشين يا هل يستحق لي أن أقدم على مجمعات سكنية الجاهزة في مساكن الشيخ محمد بن زايد يا طولة الأمر راكل في قانون للمواطنة المتزوجة من غير المواطن ولكن الأولوية للمواطنين للمطلقات للأرامل وإذا كان هناك في مثلا بيوت وما في حد في اللستة يعطونه ولكن اللي أشوف أنا في اللستة مثلا وايدين متزوجين وعندهم عيال وكذي فهم لهم الأولوية الله يطول عمرك خليك. هني يقول يا طويل العمر ابني قدم في كلية نادي ضباط الكلية المرشحين في دبي آخر مرة اتصلت فيه الولد عنده شهادة بس قلنا لهم يدرس قلنا لهم حاليا ما فهمت الرسالة هو يدرس الايلتس ما فهمت ما فهمت الرسالة انزين. هني يقول يا طويل العمر أتمنى أحد يتواصل وياي بخصوص بنتي ولا تهملوا رسالتي. شو الموضوع هذا موضوع المسج يا ياسمين ما فهمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي بخصوص ما قريت أنا شو فيها الله يخليك. رقم البرنامج 600-551-610. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو راشد. يا أهلا وسهلا. العافية. الله يعافيك. الله يسلمك. أبو راشد أنا من أصحاب الهمم. حبيت أتكلم بالنسبة لبطاقة المعاق أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع. نعم. أعتقد أن أخوان وأخوات من أصحاب الهمم تكلموا من قبل في الموضوع بس ما شفنا أي صدى يعني. فأنا حبيت أن أوجه رسالة عبر منبركم أن هاي البطاقة تفعل إن شاء الله بشكل أكبر لأن نحن من سنين عندنا هاي البطاقة والحمد لله يعني مستفيدين منها شيء بسيط بس نحن أمنيتنا أنها تفعل بشكل أكبر وتكون لها مميزات يعني ما لنا يعني ما لها ما لها يعني ما في خصومات على التذاكر أو الفنادق أو حتى الأشياء التعليمية اللي تخص أصحاب الهمم. فأنا حبيت يعني أوجه رسالة لهم إن شاء الله يشوفون هذا الموضوع.
يعني تكون أسوة بالبطاقات الباجي اللي يصدرونها مثل ما تقولين بعض الدوائر وبعض الجهات، مثل بطاقة أصحاب اللي مثل بطاقة اللي هم بطاقة فزعة أكيد براشد، وبطاقة حماية الوطن، وهذا إن شاء الله ما بي إن شاء الله ما بي أكيد براشد، لأن أنت تدري يعني دوم يقولون الأولوية لأصحاب الهمم، بس نحن ما شفنا أي شيء، لأن هالأشياء مهمة بالنسبة لنا. يعني هي مجرد بس اللهم بطاقة موجودة في الشنطة والمحفظة، يعني نحن إثبات إن الواحد بس من ذوي الهمم فقط، هي بس ما في ما في ما في مميزات أخرى، وإثبات إن بعد ممكن دار الواحد مثلا يستخدم المواقف أكيد. الخاصة بها، ولكن شيء ثاني ما فيها مميزات أخرى، يعني إني أنا أستفيد منها، يعني على ما أعتقد فيها ميزة واحدة أيضا في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على ما أعتقد أيضا في هيئة الطرق والمواصلات عند استخدام المواصلات العامة في إمارة دبي تستخدمين مثلا التاكسي، التاكسي المائي، تستخدمين المترو، تستخدمين الترام، هذه كلها يا طويلة العمر. كون أصحاب الهمم يعني حتى هم محتاجين يعني التكاسي إن كان تكون فري، إن شاء الله نتمنى هالشيء يعني حتى يكون فري أو بسعر رمزي. نعم. يعني هم صح إن دبي وعجمان، إحنا نتمنى إن شاء الله في مات الشارجة أيضا تكون. نعم. لأن مش كل حد عنده إمكانيات دريولية أو شيء، يعني نتمنى. نعم. إن شاء الله ما بيقصرون، لا وبالعكس مقترح حلو إنهم يشركون مثل ما تقولين مثل بطاقات الباجي الآن اللي لها مميزات، مثلا فيها خصومات مثلا في الفنادق، فيها خصومات في بعض المحلات التجارية، فيها خصومات أيضا لاحتياجات الواحد الطبية، مثلا في بعض المعاقين لم احتياج أو عفوا بعض أصحاب الهمم لم احتياجات أو مواد طبية يأخذونها أو بعض المستلزمات الطبية، هذه أيضا يكون لها خصم خاص أيضا، الواحد شوي على الأقل ها يحس إنه مثل ما تقولين ان وصح الحكومه الحمد لله رب العالمين ما مقصره، ولكن يحس الواحد ان الناس متفاعلين ويا يا طويله العمر صح حتى إيه؟ يعني الطبيه والتعليميه بعد. نعم يعني صحيح. تشوف الاشياء التعليميه كم ثمنها غاليه، يعني نعم. اسال وراح اعرف. نعم. يعني ما في حد يقدر، لا لا ان شاء الله يعني ان شاء الله بطاقه مثل ما هي. نعم. ما في اي يعني لا ما فيها مميزات، اقول لك هاي تثبت انك انت من اصحاب الهمم فقط لا غير. صح بس ايه؟ لا غير ايه؟ ما فيها شيء، والمواصلات مثل ما والمواصلات في دبي وفي عمان اي، وفي الشارجه ما ادري عندهم في الشارجه ولا ما عندهم، ما ادري يمكن عندهم في الشارجه بعد، ما ادري والله ما عندي فكره. بس يقولون حتى اذا في يقولون يعني ان تاكسي او اثنين، يعني احنا ما شاء الله وايدين، يعني كم بتري الدور، يعني احنا على قولتك خمسه مفلعين، يعني نتمنى لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما بيقصروا ان شاء الله ان شاء الله براك مشكور وما بيقصروا. الله يسلمك ابوي، الله يحفظك، حياك الله ابوي عبد الرحمن. طبعا زين هني يقول معلش دائما شو نقول واحد وكل أمر الله سبحانه وتعالى ويسعى، وإن شاء الله الله ما بيخيب رجاء في كل المواضيع. فاصلتي ويا أم البنت شو موضوعها؟ أم البنت هاي اللي مطرشة رسالة. انزين هني يقول تم رفضها وهي تبغي السبب، هذا السبب يا طويلة العمر. معلش أختي العزيزة أنا ما أقدر يعني مثلا أتصل في المدرسة وأقول لهم شو سبب أنكم رفض، شو السبب أنكم أوضحوا لي شو السبب أنكم رفضتهم، عندهم معايير معينة يا طويلة العمر إذا تنطبق على الطالب والطالبة يا طويلة العمر، ولم شروط لقبول هذا، إذا تم إذا انطبقت عليها هذه الشروط والمعايير يا طويلة العمر المطلوبة عند هذه المدرسة يا طويلة ما بيقصرون، لكنهم أنت كولية أمر مثلا بإمكانك أنت تراجعينهم وهم بيشرحوا لك السبب، ولا يمكن ما يشرحون السبب يقول لك خلاص مرفوضة مثلا إيه، فهذا عندما الله يطول لي عمرك خليك، مش مسألة إهمال مثلا منا نحن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو ألو هلا هلا السلام ورحمة الله وبركاته. وراشد كيف حالك؟ الله يطول لي عمرك خليك. وياك الدكتورة أمينة الظاهري. والنعم يا دكتورة، يا هلا وسهلا فيك. الله ينعم بحالك يا رب. حياك الله. براشد أنا يعني اتصلت مو بملاحظة ولكن وجهة نظر. قولي وجهة نظرك يا دكتورة. الله يحفظك. دكتورة في شو عفوا دكتورة أمينة؟ إعلام. في الإعلام.
وين تشتغلين دكتورة؟ متقاعدة من جامعة الإمارات. متقاعدة من جامعة الإمارات. الإمارات. كنت أدرس في الجامعة. ما شاء الله عليك. كنا مع بعض في ندوات على فكرة. إيه والله ما عليك. اللي ما يعرفك يتشالك يا دكتورة اسمحي لي أنا. لا التقيت وياك أنا في شاركت وياك في ندوة في الخليج من زمان. ذكرت يا دكتورة والنعم فيك والنعم. أنا اللي طالع على الشاحة كمدرسة في جامعة الإمارات في الإعلام الدكتورة حصة لوتاء الله يذكرها بالخير. ما عليك قصور يعني ما عليك زود عفوا. صح صح هي. كانت الندوة موجودة فيها الدكتورة حصة ايه عبد الخالق عبد الله. ونعم نعم تذكرت الحين والنعم فيك يا دكتورة يا هلا وسهلا فيك. سعيد جدا بسمع صوتك ونعتز ونفتخر في بنات الإمارات اللي مثلك وشروعك يا دكتورة. وأديتي واجب جزاك الله خير وخرجتي الحمد لله رب العالمين ما شاء الله عليك يعني أجال في الإعلام جزاك الله خير. الحمد لله الحمد لله. براشد أنا حاليا أسوي عمل تطوعي يعني ما بقول لك مع مؤسسة لكن في الفريد الناس اللي أعرفهم. من ضمن الأشياء اللي أنا أسويها ساعات أقضي حاجات الناس مثلا أسير لهم الوزارات أقضي حاجاتهم أسير لهم مؤسسات. فشفت وايد النساء اليوم بالنسبة لوزارة تنمية المجتمع. نعم. عندنا نساء كثير نسبة مطلقات وأرامل يأخذون مساعدات اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع. نعم. تمام؟ طيب. الحين هم يو طلعوا قرار إن الأرملة أو المطلقة اللي يعني سنها يسمح بالعمل وقفوا عنها المساعدة. نعم. طيب. أنت كيف توقف مساعدة؟ عن وحدة كان ما عندها شغل أصلا ما تشتغل عطوها وظيفة ساعدوها تحصل وظيفة وقطعوا المساعدة بس أنت تي تقطع عنهم المساعدة وتقول له سيري دوري للشغل لا والمشكلة أن هن يكون أوريدي مقدمات مساكين مش مقدمات مقدمات في كل المؤسسات ولو لا لا ودكتورة لو حصلت لو أنتوا وفرتوا لها وظيفة وهي رفضت لكم الحق هاي الساعة بالضبط بالضبط بس انك انت تقطع المساعده او تيك وحده ما عندها مصدر دخل وتقولها والله انا ما بعطيك انت سنك يسمح بالعمل اوكي بعدين انت مضررنا على السنين هاي الطويله كلها ايه. فانا بقول لك على الاقل احنا خلينا نشوف مثلا تجربه الدول الثانيه انا توني جاي من المانيا نعم الاكراد والعراقيين والسوريين اللي هم اللي قبلوه اللي قبلوهم كلاجئين ايوه واللي موجودون يصرفون لهم راتب لما يشتغلون نعم صحيح, صحيح. انا التقيت يا واحد كردي اساله نعم. هو قاعد محل شاورما نعم. قال لي انا اول ما جيت كانت الحكومه الالمانيه تصرف لي 1000 درهم انا لا مواطن الماني ولا بنفع المانيا في شيء يعني انا لين ما سويت هذا الدكان نعم وشليت عمري شلوا عني هذا يفترض انه وزارة تنمية المساعدة يعني هذه المواطنات وين يصيرن؟ وين يدقن براسن يا ابو راشد اذا لا يشتغلن؟ يعني وحده من تزوجت الى الحين عمرها 38 سنه ما اشتغلت، اتطلقت مثلا في هاي الفتره لا وبعدين تعالي بقول لك شيء يا دكتوره خليها تصير تقدم بيقولوا لها عمرك عود بالضبط هذا والله العظيم الحين من تكمل الثلاثين ما يبونا الحين من تكمل الثلاثين ما يبونا يقولوا له ابي انت عمرك عود ويقولوا له في عندنا احنا خريجات صغار هكن خريجات من الجامعه داتا هيلاك ناخذهم الحين ما نقبلك انت ما يبونا خلاص الحين وبعدين يا طويله العمر في شغل في شغله دكتور انحن يعني لازم نفهم يعني المسؤولين جزاهم الله خير فاهمين يعني فاهمين وضع 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 الإماراتيين الأسرة الإماراتية فاهمين وضعنا يا طويلة العمر ويعرفون يا طويلة العمر شو احتياجاتنا ويعرفون الأشياء اللي نحن مثل ما تقولين الحرمة تقدر الريال ما عليه أنا أعذركم في الريال الريال إيش يدور للشغل لأن الريال مش العمري حتى الريال يا طويلة العمر الآن اللي ما عندي مثلا ما عندي عيال حري والله أبسط شيء بيصير السمك لا وبعدين في شغله بعد الريال الحين يا طويله العمر مثلا عنده اعاقه ومسجل من زمان في الشؤون في هيئه التنميه او الشؤون الاجتماعيه ياخذ معاه شؤون اجتماعيه بحكم انه عنده اعاقه وانا اصرف له من 20 سنه اي خلال كم من شهر اقول له روح لا اول بوجد له فرصه عمل اذا ما لقيت له فرصه عمل او هو رفض العمل اللي انا لقيت له اياه سواء في القطاع الخاص او اي مكان مثل الان في 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 يا طويلة العمر في القانون
اني انا مثلا اذا اذا اشتغلت يا طويلة العمر ومعاشي على مثلا اخذ هو الحد الادنى يكون 5500 للفرد في الشؤون الاجتماعية. اذا انا لقيت مثلا عمل ب 3000 يعطوني هم 2500 من عندهم يضيفون على اذا انا رفضت فيها الحالة انتم ما عندكم مشكلة. كان اذا انا ما رفضت وادور عمل وما حد بيشغلني الله يطول لي عمرك يخليك. انا اذا طوفت الخمسين منو بيشغلني؟ حتى لو عندي ليسن واشيل مواصلات ما يشغلوني. يقولوا لي انت عمرك 50 لو ابى اشتغل في المواصلات اسوق بس يقولوا لي ابوي انت مطوف ال 50 او ال 55. اقول لك مو بالشغل عادي. انت ادخل على موقع الهلال الاحمر حتى في التطوع ما يبون اللي فوق الخشب. ما يبون الخشب قديم شبوب ما الله بسمي. براشد الله يسلمك احنا في هذا العصر الجديد والحداثة اللي عمر 50 كان عمر 25 صار العمر في الناس بدها نشتغل. والله يا طويلة العمر هاي اللي يتسلقون هي لكن بالشغل يقول لك لا ما تقدر. هم بيقول انت ودي الواحد ودي لكن هم بيقول لك خلاص انت ما تقدر 50 ما حد 50 منو بيقبل واحد 50 بوظيفة ما بيقبلوني. وش وظيفة؟ انا اقول لك حتى التطوع ما التطوع يبون شباب يشلون عمارة بخذا عمري يقول فوق الخمسين يقول لك هذا يلا يلا يشل عمري باكر بيمرض وهذا وين فينا نتعب قلبي اذا ودينا مكان يتطوع ولا شيء. لا لا ما عليك ما عليك والله فيهم هبه ما عليك منهم. لكن انا يعني اقول يعني مفروض يعني هيئه او وزاره التنميه المجتمعيه ينظرون الى الحالات يعني خصوصا بما يتعلق بالنساء يعني فعلا كلامك سليم 100%. والله عندي حالة تعرف حرمة شو قالت لي؟ نعم. قالت لي وين ندق براتي شو يبوني أسوي أسير الحرام؟ نعم. عشان أصرف على عمري. لا وحدة يا طويلة العمر صغيرة اطلقت زين طلقت ما عنده حد هذه ما يصرف ولا شؤون اجتماعي يقول له أنت صغيرة وإن كنت تزوجين. قالت أنا أيضا هذا الريال كرهني الزواج وشيء اسم زواج أنا ما باه شو تسوي هذه قولي لي. قالت يوم أنا بتزوج يقطعون عني يعطوني الحين لين أتزوج. وفعلا منو بيصرف عليها؟ هذا الكلام سليم منو بيصرف عليها؟ انا عندي حالات نساء يعني ان وين نسير وين في وين دق براسنا بيشغلونا بنشتغل مستعدين نشتغل لكن ما محصلين وظايف. وحده شهادتها من ما ادري سنه كم يقولها شهادات قديمه ثانويه عام شهادات قديمه حتى الجمعيات التعاونيه صارت تقدمها كاشير ما قبلت. اللي ما يصير لازم ينظرون الى الحالات شويه. احنا البث المباشر مثلا يقولون الشيوخ يسمعونا خلي يسمعونا ويشوفون نحن يوم نتكلم براشد نتكلم مصلحة البلد هاي بلادنا ونباش الزيل ونبالها دوم. انت اذا هذه اذا في حالات انت ما تدعمها وما تساعدها وهي محتاجة معناتك انت تساعد ان توجد جريمة في المجتمع لان هذين اللي ما محصلين مصدر دخل بيلجؤون لانهم يسوون اشياء مزينة عشان لا. والان رسالة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد دكتورة رسالة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد واضحة ان هناك في قانون ولكن انت كمسؤول وشفت هذا القانون يا طويل العمر ما يناسب الوضع الحالي اللي نحن فيه تشير عند المسؤول عند مثل ما تقولي عند الحاكم او تشير عند الشيخ وتقول لي يا طويل العمر او رئيس مجلس الوزراء وتقول لي يا طويل العمر انا هذا القانون موضوع كذا كذا هذا ما يناسب الان. بالعكس يا طويلة العمر ما يتعلق بامور كثير تغيرت القانون وضعي وضع بني آدم ما بقرآن كريم ما يتغير في شيء. فالآن أنت بعضهم يوم تشيرين يقول لك والله أنا عندي قانون. طيب تعال عندك قانون ولكن القانون هذا يا طويل العمر كان في مرحلة من المراحل يعني ممكن يمشي ولكن القانون الآن يا طويل العمر الحياة تغيرت أمور كثير تغيرت طرأت أشياء كثيرة على المجتمع وعلى الحياة على أمور كثيرة على الغلاء على أمور كثيرة يا طويلة العمر على زيادة نحن كمواطنين فلازم أنت بعد أيضا تراعي مثل هذه الظروف يا أخي وتغير القانون أو تطالب بتغيير القانون في هذا الموضوع ما فيها شيء. ما يصير وزارة تنمية المجتمع كل ما يصيروا للحريم راقتهم يصيروا يشوفوا لكم وظائف ما يصيروا يشوفون وظائف. أنتوا دوروا لهم وظائف تعاونوا ويا وزارة القوى العاملة ودوروا وظائف حكم نعم يشتغلون بيشتغلون لا دكتورة معلش إذا أنا رفضت الوظيفة اقطعي عني ما عندي مشكلة. أنا إذا رفضت الوظيفة اقطعي عني ما عندي مشكلة ولا بعد إذا رفضت الوظيفة لازم تشوفين شو أسباب رفضي أنا وتدرسينه بعد ما تهملي حقي. يمكن أنا مثلا الآن أنا من رأس الخيمة وحصل وظيفة في أبوظبي أنا كحرمة أتكلم ما أقدر أسير أنا كحرمة عمري مثلا 40 سنة أو 45 سنة أو 37 سنة أسير أبوظبي صح ولا لا وعندي عيال وعندي كذا بعد أمور يعني هذه الأمور المفروض أيضا يراعون كل الجوانب. وإذا شافوني أنا يا طويل غلطان أو أنا غلطان كمرة خلاص يقولوا لي لا أنت رفضت أنا بقطع عنك المعاش. كلامك سليم 100% دكتور بالعكس
أنا أضم صوتي إلى صوتك وإن شاء الله. شوفي دكتورة نحن على يقين بأن قيادتنا الرشيدة يعني تولي اهتمام كبير في المقام الأول بالوطن والمواطن سواء رجل أو امرأة، الحمد لله رب العالمين وكل فئات المجتمع. الحمد لله الحمد لله. فإن شاء الله حتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة. الأمثلة واضحة ما شاء الله عليه الشيخ سلطان الله يحفظه ويبارك فيه. آمين إن شاء يا الله. ربي. آمين. ما في حالات ما في حينها يحلها في حينها يحلها وفي حينها يعني يبادر الله يطول في عمره ويبديه إن شاء الله. زين وما بيقصرون الشيوخ يوم يسمعون عن هالحالات ما بيقصرون بس لا. الناس والله العظيم أني الحرمة هاي وديتها الديوان وديتها وزارة تنمية المجتمع وديتها هيئة تنمية المجتمع وكل ما يقولون إحنا ما نقدر نسوي لكم شيء، شكرا ما تقدرون تسوون شيء، أنتم مواطنيكم تعبونهم على منو وإن صارت طويلة العمر يوم يسيرون الجمعيات الخيرية وتقول لهم أنا مواطني كأنهم شايفين جنية تقولي لهم الدوية شايت النم. بقول لكم شيء براشد أنا البارحة وديت الحرمة جمعية واحدة من الجمعيات الخيرية صراحة ما قدرت أوقف حسيت عمري شرط طلاب أنا وي أقول لك الصدق أنا أقول لك كل ساعة هذا الواحد عنده عزة نفس أنا أتذكر يا طويلة العمر يخبرني غانم بن يعروف الله يذكره بالخير كان في الديوان عند الشيخ مكتوم الله يغفر له ويرحمه يقول مرة اجتمع فينا الشيخ مكتوم من ضمن الاجتماعات أحد الاجتماعات وقالنا أبغيكم تيبون لي أسماء الأسر المتعففة زين هذا قبل ما ينشئون شو قبل ما ينشئون هيئة تنمية المجتمع يوم كان في قسم في الديوان يعني بيحل يعني حل مقامه هذا هيئة تنمية المجتمع الآن استقلت هيئة تنمية المجتمع ولا كان هذا في الديوان ف قالوا له موجود عندنا قال لا أنا ما بهير اللي يجون أبا الناس المتعففين اللي ما يجون أباكم أنتوا توصلون لهم شفتي كيف أنت يا طويلة العمر الآن بالفعل بالفعل أنت يوم تشيرين الآن تحسين بنفسك كأنك جاي تطلبين والله العظيم هذه المشكله حتى تعاملهم هذا الكلام انت ما بسائر العمر تشتهيتي وهذا الكلام يا طويله العمر حتى شوي هم تعاملهم في خشونه مع الفقراء انت يا اخي على عيني وراسي بتساعدني ولكن لا تذلني بعد ولا تحسسني اني انا جاي اطلب او جاي اشحت عندك لا حسسني اني لافتات تدخل على الجمعيه محطوط لافته لا نقبل تسجيل اي حالات جديده شو الناس وين بس يبدق براسه وين يصيرون ترى هني هذا التعامل هذا التعامل الجمعي انا بقول لك شغله الجمعيات الخيريه تعرفين منو يبون منو يبون يساعدون ليه يساعدون ليه خاري ليه يسبونا لا حول ولا قوه الكلام اذا عند حد يقول لي غير هذا يساعدون الكلام لبرا يساعدون الناس لبرا يسدونا يوم يصير مثل مواطن ومواطن تقول شايفين جني او جني بيرضون ولا ما بيرضون هذا الواقع وإذا أنا غلطان يقول لا يمكن أنا غلطان ما أدري دكتورة استوي الله يعين الله يعين لا إن شاء الله نحن في دكتورة نحن في لا نحن في بلد طيب وبلد خير وبلد الحمد لله رب العالمين مدام في إن شاء الله يعني شوخ مثل اللي موجودين عندنا نحن بخير الحمد لله رب العالمين وما نخاف من شيء والقادم مثل ما قال الشيخ محمد بن راشد قايل لنا الشيخ زايد قبله الشيخ محمد بن راشد أمس جدد هذا وقال القادم إن شاء الله أفضل ودائما نكون متفائلين فإن شاء الله نحن من خلال وجودهم من خلال هذه الرسائل ومن خلال القوانين الحمد لله رب العالمين ومن خلال اطلاعهم على كل الأمور ومتابعتهم للأشياء الصغيرة الدقيقة يا طويلة العمر خلي الأشياء الكبيرة الأشياء الصغيرة تشوفينها من متابعينها فإن شاء الله نحن بخير وإن شاء الله ما بيقصرون يا ربي أنا سعيد جدا بسمع صوتك سعيد جدا بغيبتك على بنات بلدك وتفاعلت معاهم جزاك الله خير يا دكتورة ونتمنى الله يكثر الناس اللي من أمثالك يا دكتورة وياك الله يطول عمرك مشكورة شيختي الله يحفظك يا هلا وسهلا فيك هني يقول زين هناك في جمعيات نعم جمعية بيت الخير هذه مخصصة للمواطنين عندك بعد الحبتور جزاهم الله خير الجمعية اللي مشينا خلف الحبتور هذه جمعية أيضا جزاهم الله خير ساعد المواطنين في بعض الجمعيات ولكن أغلب الجمعيات حسابية مساكت هني يقول يا طويل العمر زين زين
زي. هذا يقول كم عدد المواطنات مكثرين لازم الدولة تراعينا. إن شاء الله نحن دائما نتأمل خير فيها ناس طيبين نتأمل خير، ولكن بعد شوي ترى يعني في بعض الأمور نحن ممكن كناس كعامة الناس نجهلها، يعني أمور كثير نجهلها، مثل ما قال الدكتور جاسم خلفاني يعني المسألة يعني ما تصير بضغط الزر ولا إن شاء الله، لكن يعني دائما متفائلين بالخير الحمد لله. يقول يا طويل العمر هذا يقول السلام عليكم، هذا يقول للأسف ما حد يوصل معاناتنا للشيوخ. يا طويل العمر بالعكس في قنوات كثيرة توصل لك يا طويل العمر، عندك في إمارة الشارجة الله يسلمك، هذا يتكلم عن إمارة الشارجة، عندك مبرة يا طويل العمر، وعندك زحمة الله خير أيضا سير، إذا عندك أنت موضوع في دائرة معينة في الشارجة يا أخي سر لهم في الدائرة هذه، وشوف مدير الدائرة أو شوف المسؤول في الدائرة شو يرد عليك يا أخي، وقول الكلام اللي قالك يا مدير الدائرة هناك يا طويل العمر. خلاص الواحد بيقدر عقب يتواصل ويا مدير الدائرة يقول لك تعال فلان ليش ما أعطيتوه مثلا، هذا مثلا يستحق بيت أو يستحق أرض أو يستحق اللي هو، ليش ما أعطيتوه؟ فلازم توضح يا سيدي بكلام شي مبهم ما يمشي، بارك الله فيك، لازم توضح بارك الله فيك. هنا يقول هذا يقول هل الخبر صحيح المنشور مجلس الوزارة صحيح هو صرف راتب ربات البيوت؟ ما في خبر من هذا الموضوع يا سيدي. زين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاصل فارج طيب، نتواصل معكم مستمعين الكرام مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل. هيا مرة أخرى مستمعين الكرام مشاهدين الكرام من خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ويا هلا وسهلا فيكم، و 600-551-610 ومن خلال رسائلنا القصيرة على 7009، ونرحب بكل مشاركاتكم ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. هني يقول شو يقول هني؟ لا ما يقول خالي. هني يقول يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. ألو السلام عليكم. يا هلا وسهلا. شخبارك أبو راشد؟ بنعم الحمد لله رب العالمين. دوام إن شاء الله أبو راشد الله يسلمك. أنا ساكن منطقة التعاون شارجة التعاون، نزلت تحت البداية حصلت سيارتي مدعومة الكلسلة زين الله يسلمك، حصلت اللي داعمني وحصلت سيارة الشرطة، وعلى يسار يوم رحت شركة التأمين جو سلوا السيارة زين، من بعد عقب تقريبا شهر ونص زين عطوني ورقة يقولوا لي أنت السيارة مدعومة بمكان ثاني، وأنت مسوي تمثيلية مع رسلم وشال السيارة وحاطنها في الموقع اللي تحت ناجي، وكانت يعني بعد معي سيارة ثانية اندعمت، يعني الشخص اللي دعمني دعم سيارتين، هي سيارتي وبعد سيارة ثانية انزين، السيارة الثانية شلوها التأمين نفس التأمين وصلحوها، وسيارتي أنا كل اللي خلاص تعال شلها وإحنا ما نعطيك لا تعويض ولا شيء، وين ما تروح روح، هذا اللي صار لي. هذا مبعدنا أخوي زين الله يسلمك. يعني اشتكى عليهم في المحكمة أبوي، لازم في المحكمة صح أبو راشد؟ إيه نعم يا سيدي. استمع الله يطول عمرك عليك، يا هلا وسهلا فيك، أشكرك مع السلامة، حياك الله. زين هني يقول يا طويل العمر الله
الله يشفي الجميع إن شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. ما أسمع شيء يا ياسمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. براشد كيف حالك؟ الله يجزيك خير. نعم الحمد لله. عزيزي عندي تساؤل بسيط أو يعني ما أعرف أنت صيغة مثل ما الصيغة. والله إن شاء الله أتمنى تكون إذا تساؤل عندنا يكون في إجابة يعني هذا. إن شاء الله إن شاء الله. عزيزي بالنسبة للأسعار للمواطنين كل مكان نسير نحن كمواطنين دبل. هذا أنا بقول لك في وين؟ ها؟ في الأماكن اللي السعر فيها ما بتعبت اللي فيها مكاسر. هي 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 ها ترى أقول لك في المكان اللي فيه مكاسر يا طويل العمر أنا بقول لك يا بكل صراحة نحن واطين يوم أنت يحاول يأخذ منك فائدة قد ما يقدر. هي. فعلا كلام سليم. إذا في دراسة يحاول قد ما يقدر يأخذ منك أنت فائدة. مثلا أنا الحين يوم تي بخبرك شغلة أنا قايل لنا السالفة هاي كم ودي زين بلف زولية سمناها بلف درهم عارف كم خذناها 300 ب145 لا إله إلا الله أظني أنقص بعد لكن ودي واحد جاي كاسر هو بيشتري ما بني هذا ما بكسى ما قام يصيح أقول لك قام يصيح الباكستاني البتاني اللي يبيع زوالي في سايرين ودي وحدة عندنا محاضرة في لا عندنا مسي شعرية بالخوار وحسان العبيدلي ومتلمك الله باسمه فالخوار ساير روحه وأنا وحسان العبيدلي رواحنا في السيارة يوم طفنا على سوق الجمعة قال لي وقف 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 عيبتني هالزولية نجي نزلنا وهذا وكم قال بلف وها وها وخمسة وستة وسبعمية وثمانمية و و700 و600 و500 و400 و300 ووصل 200 كان يلج قال لي لا قلت لي يا ريال الريابي خذها قال لا والله ما اخذ 200 حلا في مين وها 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 اخر شيء 150 ابتدى يصيح البتاني يصيح ها يصيح احيد السالفه زين فانت يا طويل العمر الان يوم تشير المحلات يحاولون هاي المحلات اللي ما فيهن يعني انت الان يقول لك الشيء مثلا ب 300 تاخذ ب 100 شو الكلام هذا صدق والله الحين مثلا انت يقول لك هاي ب 300 تقول له بكم بويها ب 300 اخر شيء يعطيك اياه ب 100 شو المنطق هذا انا بعرف يعني اي هذا وزارتها شغل وزاره الاقتصاد ما الحين لا وزاره الاقتصاد ما تقدر لهم تعرف ليش ما في سعر محدد يا طويل العمر الان انت يوم تشير مكان مثلا تشير مثلا بعض البلدان جمعيه لا خلي الجمعيه انا اعطي لك بلدان ثانيه زين تشير الأسعار يا طويل العمر في كل مكان واحد لأن ما عندهم هذا المكاسر أنت الصينيين الصينيين لهم الصينيين في السوق الصيني مثلا دراغون مارت في دبي زين كأول ما يوم منو كان فيه السوق كلهم كانوا صينيين زين منو علمهم المكاسر نحن علمناهم المكاسر نحن السبب يومتي عند الصيني الصيني صادق بكم هذا أبوي الليت قالك على سبيل المثال ب 100 درهم تقول لي لا ب 50 عقب الصينيين عرفوا لنا قاموا يجيبوا لنا بنغاليه هي قالوا هاي لبنا ادبهم ادب الخيل في بمبي الحين يا طويل العمر سر عند البنغالي يلا اش اذا على الاقل بعد الصيني شويه هون البنغالي لا اي مثل كلب يستوي لك تقول هو صاحب المحل ما بقى. تقول الصيني يشتغل عنده والصيني فرحان لانه بيربح عرفت كيف نحن علمناهم بما يتعلق بوزاره او حمايه المستهلك وزاره الاقتصاد ما تقدر تلزمهم إلا إذا كان في سعر محدد الحين أنت لحد الآن وزارة الاقتصاد مانعة وتشير لحد الآن أنت تأخذ سلعي يقولوا لك ما عليها ضمان شو قال يا جماعة الخير قال لك لا والله ما عليها ضمان ما يستوي يا جماعة الخير يقول لك ما يستوي لازم فاتورة وضمان يقول لك ما في ضمان وهذا في القانون في القانون قانون وزارة الاقتصاد يقول لك لازم السلع يكون عليها ضمان أي سلعة تأخذها مثل الآلات لازم عليها ضمان هم يقول لك ما في ضمان تبغيها شلو انا اقصد الدراسه يعني في الجامعه الاسعار محدده الماده بهالكثر لا على تفاوت على حسب الجامعه لا جامعه وحده انا مثلا وزميلي من جنسيه عربيه الفرق بين نفس المواد براشد نفس المواد زين نفس المواد بالضبط بالسانتي اك فقير انا ادفع زين انت ما في مشكله ساعده على الاقل انا يعني النص
لا خمس آلاف بيني وبينه. لا شوف بقول لك شغله، اوكي يمكن يراعون ظروفه بعد، ولكن المفروض يكون واحد صدق اقول لك اياها، المفروض يراعون ظروفه. وانا لا الحين ما بكذا الحين يوم تحررونك تحررونك انت ملياردير، انا يوم ملياردير ما يهمني خالي. بنعقها الكندور بنعقها، يعرفونك موجود في الجواز في الجنسية انك مواطن. بنعقها الحين وايدين يوم يشيرون حصلت واحد لابس الله باسمه لابس لبس كذا مواطن، قال لي ما يتحروني يلا بهو شكله اسمراني شوي كذي اي قال نمره واحد كل شيء ولا اكاسر ولا شيء، روح اكاسر عني الهندي والله كل شيء دبل بالنسبه لنا. اي نعم حتى حتى في سوق السمك. ونعقب على موضوعكم يا الدكتوره بس لو سمحت تفضل. تبغى شيء يضحك، في شخص عنده ولد من اصحاب الهمم صرفه على الولد يعدي 40,000 وراتبه 24,000، يوم يصير يقدم مساعدة يقولون لأنت ضايف حق خط الاستحقاق. إيه لأن راتبك أعلى. براشد صرف الولد 40، ترى على حسب الإعاقة، في إعاقات تصرف وايد عليها وفي إعاقات لا. أنا بنظر إلى هذا الشيء. ترى هو الحين شو يقول لك؟ ليش يقول لك أنت لازم تراعي الناس ما يتعلق بالقانون؟ أوكي على عيني وراسي أنت عندك قانون، ولكن يا طويل العمر بعد فيه تعامل بروح القانون. ان انا مثلا معاشي 25 واصرف عليه 40، تروي راع هذا الامر بعد يا طويل العمر. شوف متطلبات الولد شو، اذا كنت انا غلطان وباكل مال الحكومه على عيني وراسي، لكن اذا انا ما بغلطان وهذا كلامي صح وعندي تقارير تدعمني يا طويل العمر، وانت تعرف العارف لا يعرف، يا اخي بسوي لجنه امور كثير، لكن نحن في تام الخير خالي معلش ان شاء الله متأملين. واشكرك براشد على الله يجزيك خير كلامك. الله يطول عمرك حبيبي، طردت فؤادنا صراحه. الله يجزيك خير حبيبي، الله يحفظك الله يحفظك. يا هلا وسهلا. هني ترى اقول لك هو متعلم وخلاص، الحين يعني تعلمنا، وبعدين لو في سعر مثلا يصير الان في كل مكان الا محطه البترول. ها تذكرت شيء، ترى في محطه البترول في العالم كله نفس الشيء. انا لا ترى عندنا في الامارات، في العالم كله نفس الشيء، في اوروبا هاي كلها يوم تشير مثلا تاخذ الماي انت غرشة الماي هذه تاخذها بنص عندهم في الشيشة بريال ونص، تاخذها مثلا بنص يورو في الشيشة اثنين يورو، اثنين يورو ونص اي على حسب ما بي الله باسمه يورو ونص ما بي يورو هين ونص ما بيورو ونص. فكل شيء في الشيشة في كل مكان. انا اتحرى عندنا قبل ترى الشيش لا كل شيء غالي في الشيش، والداخلية والخارجية كل اللي داخل المدينة وخارج المدينة على الخطوط نفس الأسعار يعني شراتنا. ما هذا الشيء أنا أتحرى مخترعين عندنا إن المحطات مال البترول طلع لا اختراع عالمي. هنا يقول لك وش شوي يعني تحس إنك أنت بعد ما مظلوم يعني خلاص. يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بخصوص حماية المستهلك مقدم شكوى ضد محل ووصلني مسج انهم حلوا المشكلة ولكن لم يتصل محل، اتصل لي تقول لا من المحل ولا من حماية المستهلك، ويوم اتصلت يقول قالوا انت راجع الدائرة في رأس الخيمة، اذا ما هو الهدف من فتح قناة مسؤولة لتلقي شكاوى حماية المستهلك؟ لماذا لم يكن التواصل في البداية مباشر وعند الاتصال بالدائرة ما حد يشل التليفون أصلا؟ الله المستعان، دائما الله المستعان. هني يا طويل الأمر زين، هني يقول يا طويل الأمر هذا يقول ممكن ترد، تقول ممكن تردون علي، وين ارد عليك؟ ما في رقم هنا يا طويلة العمر عشان انا ارد عليك او اتصل في الانستغرام، ما يطلع رقم بارك الله فيك، يطلع عندي رقم اذا اتصلتي فيه او طرشتي لي مسج على الاذاعه على 7 طرشي مسج على 7009 وبردون عليك فارس. طيب
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلا عليكم السلام ورحمة الله. راشد حالك؟ الحمد لله رب العالمين. الوقت من عدة ساعة واحدة قام يطوف وايد بسرعة. الله يطول عمرك وخليك بنعم الحمد لله. الله يحفظك. أنا كنت أطرح بخصوص لو وضع رقابة على كل الأسعار وتوفيرها يكون أفضل. مالك أمل يا أختي؟ ليش؟ اسمحي لي أقول لك مالك أمل. ليش؟ صعب العملية ما بسهل. لا لأنك بس أعرف. يبغي لها يا طويلة الأمل يبغي لها شغل كم من سنة وايد. يبغي لها شغل على قد السنين اللي طافت. ما شاء الله عندنا في البلاد كل شيء يتطور. القط والعود ما يتربى يا أختي. إيه ما تروم يتربى. أنا هذا أقول لو يعطني صلاحيات لبعض الجهات. ها لو يعطها هني يختلف الوضع. يعني إيه. احنا مو بالسلع بس في كل مكان في محلات في اشياء مكان يعني تعرف ساعات انت توفير اسعار في بعض الاماكن حتى حاط لسته مكتوب فيها الاسعار ياسي يبيع لك بسعر غير السعر يعني حتى مستغلين سالفه الضريبه يعني غير الزياده اللي حطها بعد مستغل الضريبه ويوم يصير يقول لك انت مواطن ارقام يقدر يدفع شو قصته هذا انت مواطن. صارت واحدة من الخوات خبرني تقول لي صرت في سيارة عندها سيارة مرسيدس. نعم. بتسوي تفصل كبت أول. ما أدري والله وايد غالي قال. تقول أنا عرفت لي. وكان أسيل الوادي الثاني والسيارة عندهم سيارة قرنبع في البيت. وداز بنقاب. نص السعر طلع مال كبت. أحيي يا أبوك إذا جبتك سيارة لا ترمي إماراتي. قول له رفيق هذا كم؟ وإذا قال لك أنت مواطن حين تقول لي شو تقول له؟ قول له أنا ما في مواطن أنا غير كم تعطيني. وفعلا تلاحظ يوم يورو من جاليات ثانية أو من نفس جنسيتهم السعر غير. إيه يختلف نعم السعر هذا متعارف عليه في الإمارات. إيه عندك مثل أحيانا لو بتصير خلي الأسعار في السلع الثانية في أسعار بسيطة مثلا عندك في الخضرة تعرف في السوق هنا الكيلو بكم ولا بكم في بعض الأماكن حتى المحلات أسعارهم. بس أنا أتمنى من الدوائر المختصة تحط أسعار وعليها رقابة وتعطي صلاحيات لبعض الجهات أنها تختص. إحنا الحمد لله ما شاء الله في بلاد خير ونعمة وإحنا الحين بندخل على عام 2020 كل شيء يتطور ونتمنى يعني من الجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر وضع رقابة وتوحيد الأسعار حتى تحمي المواطن من هذا الغش وتحميه فعلا لأن في ناس أصحاب الدخل محدود وفي ناس مساكين بعد معدومين الدخل هذا كيف يعيشوا على هذا الغلط. الله, الله يسلمك اختي الله يحفظك اهلا وسهلا اهلا وسهلا هني زين هني يقول هذا يقول السلام عليكم ما في اخبار عن زيادة معاشات المتقاعدين والله يا طويل العمر ما في شيء ما في شيء هذا أكثر أسرع خبر بتسمعه هذا لو راقد بيك الخبر هذا أكثر خبر بتسمعه وإن شاء الله دائما تعمل خير مثل ما يقولون. هني يقول السلام عليكم عندي شكوى على أحد إحدى البنوك معلش هذا الموضوع أختي العزيزة مفنشينش بالبنك عليك بوزارة الموارد البشرية والتوطين هناك الشكوى تقدمينها عندهم الله يسلمك وخليك هم المسؤولين. هني يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله يا براشد حالك. الله يطول عمرك. الله يخليك يحفظك إن شاء الله جميعا يا أبوي. وياك سلطان والنعم فيك براشد. والله شوف أنا متصل فيك ما بمنك أي شيء والله أنا عمري 16 سنة وأدر لكن ظروفي ما تسمح لي إن هالسنة أدخل وأنا هالسنة آخر سنة يعني ما باقي لي أي شيء وأخلص دراستي وأبغى أخلص دراستي وأكون نفسي وأساعد أمي وأساعد أهلي لأن أمي وبي والله صار لهم يمكن 16 سنة منفصلين عن بعض وظروفنا وايد صعبة في البيت والله براشد أنا لا أبا ولا ما أبا ولا شيء والله بس أبغى أني أدخل مدرسة وأخلص دراسة. أنت من وين أبوي؟ أنا جزر القمر. من جزر القمر زين وين تدرس أنت؟
في عجمان. في عجمان. كم تكلفة الدراسة؟ عندي أنا 18,000 وعند أختي 16,000. 18,000 16,000. ما أوعدك السلطان، ولكن إذا كان حصل شيء فارق طيب إن شاء الله. إيه لا تقول وعدني. جزاك الله. الله يطول عمرك. يا أهلا وسهلا فيك في حفظ الرحمن، حياك الله. السلام عليكم. أنا أسير السوق الصيني، مستحيل ألبس الزي الإماراتي ولا أتكلم اللهجة الإماراتية، لأني عارف يقول بطلع حتى 20 درهم للباركينج ما عندي. يا طويل العمر. هذا يقول تحمل على يدعمك راعي الشيكة اللي وراك. لا الحمد لله رب العالمين، الحين وراي النافورة تبرد علي لو حر. راعي الشيكة الخطف الحمد لله الله سلمنا منه. هني يقول السلام عليكم، هني يقول لك أبغي، والله طويل عمر شوف بقول شغلة. هذا يقول أبغي مفتي بس يقول لي انتحر. عمي ما عليش حبيبي إنه وخلاص، يقول ما أبغي شيء غير. حبيبي إذا واحد صار لأي ظرف يا طويل العمر وخلاص استسلم وقال مثل ما أنت تقول الحين يا طويل العمر، هاي الدنيا كان انتهت من زمان خالي، كان خلق الله كله مسدح من تهره. طويل العمر معلش الأمور ما تأخذ بالطريقة هذه. إيه وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. فطويل العمر أنت رجل وجد واجتهد واعمل، ولو تكسر الحصى خالي، لكن لا تيني تقول لي الكلام هذا. بارك الله فيك. مستمعين الكرام، مشاهدين الكرام، دمتم بخير وصحة وسلام وعافية. وباكر الخميس ولا الخرج يداوم ولا ما يداوم؟ يداوم. وصار أبو عمر رد يداوم زين. تحرر الخميس على باكر، ترى باكر الأربعاء زين إن شاء الله. مستمعينا مشاهدين الكرام، تقبلوا تحيات جميع الأخوة العاملة براديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان. هذه أختكم ياسمين، تسلم عليكم فيما الله ياسمين. أيضا أخوكم حمدي خليفة، أتمنى لكم إن شاء الله كل الخير والصحة والسلام والسعادة يا ربي، وإن شاء الله نلقاكم باكر على خير. شكرا